بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم الدكتور سهيل أحمد المهندي. طبعا حاليا أعمل كرئيس جمع النقابات المهنية في قطاع غزة. عملت سابقا في وكالة الغوث لمدة حوالي 28 عام، كنت من خلالها طبعا رئيس اتحاد الموظفين العرب وكالة الغوث، ورأست المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في مناطق عمليات الوكالة الخمس بدورة خلال السنوات الأخيرة. حاليا يعني الاهتمام الأكبر بالنسبة إلى العمل النقابي وتفعيل العمل النقابي سواء كان في منطقة غزة أو في باقي المناطق يعني شتات الفلسطيني. ربما كان يعني رغبتي في هذا العمل شعور يعني بالمسؤولية حول موضوع أهمية مثل هذه الموضوعات في الدفاع عن حقوق الموظفين والعاملين في وكالة الغوث. الأمر الثاني، أشعر طبعا يعني بالانتماء لمثل هذه الأعمال، لذلك ربما كانت يعني تجربتي من خلال عملي في وكالة الغوث كانت تجربة جيدة واطلاع جيد على أوضاع الوكالة وأوضاع العاملين وأوضاع اللاجئين. يعني هذا مختصر المفيد بالنسبة لتعريف بطاقة الشخصية كسهول الهندي. إحنا إن شاء الله بالنسبة للمحاضرة اليوم راح تكون حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. راح نتناول إن شاء الله مجموعة من العناوين. أولى هذه العناوين هي نشأة وكالة الغوث، تمويل وكالة الغوث، خطر إيقاف وكالة الغوث، أزمة الوكالة الحالية. سنعرج إن شاء الله رب العالمين على العمل النقابي في وكالة الغوث خلال أو مدة يعني منذ نشأة الوكالة إلى يومنا هذا، ثم في النهاية إن شاء الله رب العالمين سنصل لتقييم عام لأداء الوكالة، ثم بعد ذلك توصيات إن كان هناك توصيات. بداية بين يدي هذه المحاضرة أحيي الجميع من يستمع إلي ومن يشاهد هذه المحاضرة في أي مكان كان، وأنقل له تحيات أهل غزة، غزة التي تحب أبناء الشعب الفلسطيني وتقف إلى جانب الحق الفلسطيني، تدافع عن الحق الفلسطيني. غزة رغم الحصار والآلام والمعاناة إلا أنها صامدة ثابتة صابرة محتسبة في ذلك. غزة رغم المؤامرات ورغم كثرة الأعداء إلا أنها تحملت الشيء الكثير من أجل الدفاع عن ثوابت الأمة وعلى رأسها القدس واللاجئين. مرة ثانية أنا بين يدي هذه المحاضرة لابد يعني وضع أرضية معينة لهذه المحاضرة، يعني في ظل الظروف والمعطيات اللي بنعيشها نحن كفلسطينيين سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس أو في أراضي 48 أو في الشتات أو في المخيمات. لا شك الأوضاع صعبة جدا من ناحية دولية، لا شك يعني تصديق الرواية الصهيونية من قبل الإدارة الأمريكية واعتبار حركات المقاومة حركات إرهابية ومحاولة والسعي الحثيث لتهويد القدس كانت أحد العلامات الفارقة بالنسبة للوضع الفلسطيني خلال أو البيئة الاستراتيجية للشعب الفلسطيني على مستوى عربي. حدث بلا حرج، الأوضاع صعبة جدا حيث ما تم بعد ثورات الربيع العربي في العالم العربي من انقلاب على مثل هذه الثورات، ثم بعد ذلك انقسام الوطن العربي والأمة العربية ما بين مؤيد للطوائف السنية أو الشيعية، وهذا أثر بشكل كبير جدا. أيضا محاربة الوجود الثوري وحركات التحرر في العالم العربي أثر بشكل أو آخر على مستوى محلي أو وطني. لا شك أن القضية الفلسطينية تمر بأزمة كبيرة جدا في ظل الظروف والمعطيات اللي بنعيشها إحنا اليوم. على وجه الخصوص موضوع الانقسام الفلسطيني والذي استمر تقريبا حوالي حتى هذه الأثناء أكثر من 12 أو 13 عام، والشعب الفلسطيني يعاني الانقسام نتيجة لظروف سياسية مر بها خلال الفترة الماضية. الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني سواء كان في قطاع غزة أو باقي مناطق
الأخرى سواء في الضفة الغربية أو مناطق الشتات، لا شك أنها أوضاع صعبة جدا، أوضاع اقتصادية صعبة جدا، بطالة كبيرة جدا. في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات وهذا الانقسام الفلسطيني، خرجت علينا مشكلة وكالة الغوث في الفترة الأخيرة. وقبل هذه المشكلة كانت المشكلة الأكبر، وهي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وكان هناك قرار أمريكي بعد أن تولى الرئيس ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور الأخيرة، وبضغط اللوبي الصهيوني، وكان الهدف من ذلك هو إقناع الناخب الأمريكي الذي يعتمد على الصوت الصهيوني أو الصوت اليهودي. تم اتخاذ هذا القرار في غفلة من العالم العربي والعالم الإسلامي. تم نقل السفارة، والذي أثر على أكثر من 1.8 مليار مسلم في العالم اليوم. وكما قالت ممثلة الأمم المتحدة أو ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، كنا نتوقع عندما اتخذ الرئيس ترامب القرار بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس أن تنطبق السماء على الأرض. انتظرنا يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، لكنها لم تنطبق، استهزاء وسخرية بالأمة العربية والأمة الإسلامية. لكن أعتقد جازما أن الشعب الفلسطيني كان شعب حي. ما حدث في غزة يوم 14/5 من خلال مسيرات العودة التي بذل فيها الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن ومن أجل تثبيت حق العودة، ربما كان لمسيرات العودة مجموعة من الأهداف، وعلى رأس هذه الأهداف وهو تثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أمل أن يعودوا يوما إلى فلسطين التاريخية، يعودوا للقدس، إلى يافا، إلى حيفا، إلى اللد، إلى الرملة. وأعتقد جازما في هذا اليوم 14/5 خرجت الرسالة النارية، الرسالة الثورية الملتهبة من هنا من غزة ومن باقي مناطق الشتات الفلسطيني إلى هذا العالم المجرم، أن القضية الفلسطينية لا زالت حية، وأن القدس في أعماق أعماق المسلمين، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتخلى عن القدس أو عن ذر التراب من أرض فلسطين التاريخية. في هذا اليوم ارتقى إلى العلياء أكثر من 60 شهيد وحوالي 5000 جريح في قطاع غزة دفاعا عن هذه القضية المقدسة. أيضا خرج إخواننا وأهلنا سواء كان في لبنان أو غير لبنان وفي الضفة الغربية مظاهرات كبيرة جدا لإثبات الجميع أن فلسطين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عنها أو أن نتاجر فيها. قضية فلسطين، قضية القدس، قضية اللاجئين، قضية من ثوابت الكبيرة لشعبنا الفلسطيني. هذه يمكن أرضية لموضوعنا اليوم إن شاء الله رب العالمين بالنسبة لوكالة الغوث لغاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. إحنا إن شاء الله رب العالمين سنستمر تقريبا حتى الساعة 6:55، ثم بعد ذلك إن شاء الله راح يكون استراحة عندنا إذا بنصلي لصلاة العشاء، ثم نعود بعد 10 دقائق إن شاء الله إذا كان هناك أسئلة معينة حول هذا الموضوع نتابع مع بعض إن شاء الله رب العالمين. نعود بالنسبة لوكالة الغوث. طبعا إخواننا وكالة الغوث كما تعلمون هي منظمة أممية تعني بتنفيذ برامج إغاثية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولها مقرات رئيسيان في كل من فيينا وعمان، ولديها ممثلات في كل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة. تقدم خدماتها إلى أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في هذه المناطق الخمسة. وكالة الغوث أسست، أو الأمم المتحدة أسست في نوفمبر 1948 منظمة تسمى هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. كان الهدف من ذلك هو تقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين، تنسيق الخدمات التي تقدم لهم من المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى. إذن في البداية كان اسم وكالة الغوث هي هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكان ذلك في نوفمبر تشرين الثاني عام 1948. في 8 ديسمبر كانون الأول 1949 وموجب قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أي الشرق الأوسط الأونروا، لتكون وكالة مخصصة مؤقتة على أن تجدد ولايتها 3 سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. بدأت عمليا وكالة الغوث عملها في مناطق عملياتها في الأول من مايو آيار سنة 1950 تقريبا، بعد سنة من إنشاء الوكالة. تولت مهام هيئة الإغاثة التي تم تأسيسها من قبل، وتسلمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تلك الفترة. طبعا بعد تأسيس وكالة الغوث في شهر ديسمبر 1949 تم تشكيل أو تكليف أو تعيين لجنة استشارية وفق البند الثامن من قرار تأسيس الوكالة رقم 302. تم تكليف اللجنة بمهمة تقديم، يعني مهام اللجنة الاستشارية هي تقديم النصح والمساعد المفوض العام لوكالة الغوث في تنفيذ مهام ولاية الوكالة. وعند تأسيسها كانت اللجنة مؤلفة من 7 أعضاء، وهي اليوم تضم في عضويتها 27 عضوا و3 أعضاء مراقبين. تجتمع اللجنة عادة كما هو متفق عليه 2 سنويا لمناقشة القضايا التي تهم الأونروا، وهي تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح ومساعدة المفوض العام للوكالة. ويلتقي الأعضاء والمراقبون بانتظام أكثر من خلال اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية. إذا هناك في لجنة استشارية تكون حاليا من 27 عضو تلتقي في العام 2 مرات، إضافة لهذه اللجنة الاستشارية هناك لجنة فرعية يلتقي الأعضاء والمراقبون منهم بانتظام أكثر من خلال اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية، بهدف أو يهدفون خلالها إلى مساعدة اللجنة الاستشارية، وذلك إيفاء لمهمة تقديم النصح للمفوض العام، أي تقديم المساعدة للمفوض العام. إحنا كإطلالة على الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية من تاريخ الانضمام إليها، في عام 1949 وهو بداية نشأة وكالة الغوث قرار الأمم 302، كان الذين يمثلون هذه اللجنة هي أمريكا، بريطانيا، فرنسا، تركيا، مصر، سوريا، الأردن. عام 1953 أضيفت لبنان وبلجيكا. عام 1973 أضيفت اليابان. عام 2005 كان هناك أستراليا، كندا، الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، السعودية، أسبانيا، السويد، سويسرا. كذلك نفس العام انضمت الدول المراقبين لأعمال اللجنة، وكان هناك 3 جهات، ولها كانت فلسطين، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية. وكما ترون يعني فلسطين أضيفت بعد يعني موضوع عودة السلطة الفلسطينية إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة عام يعني في بعد 1994-2005. 2008 كان هناك أيضا فنلندا وإيرلندا. في عام 2010 كان الكويت. في عام 2012 لوكسمبورغ. في عام 2014 كانت دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل. إذا هناك 27 دولة تشارك في اللجنة الاستشارية المفوض العام لوكالة الغوث من أجل تقديم النصح والمشاورة حول الارتقاء بعمليات الوكالة في المناطق العمليات 5. حاليا بالنسبة لمقر الوكالة، تتخذ الوكالة مقرين رئيسيين لكل من العاصمة النمساوية فيينا والعاصمة الأردنية عمان. ذا المقران مقر فيينا ومقر في عمان. طبعا أهداف ومهام الوكالة، عندما أنشئت الوكالة كان لها مجموعة من الأهداف. جاء تأسيس الوكالة ليخدم هدفين. الهدف الأول الاجتماعي، وهو إغاثي تشغيلي، تقديم مساعدات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة 5، وهي غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان. الهدف الثاني كان هدف سياسي، وهو إبراز مشكلة اللاجئين، باعتبار الوكالة هي شاهد حي على مأساة اللجوء والتشرد، وبهذا تعتبر الأونروا
الشاهد الأممي على نكبة فلسطين وتحملها أو تحمل المسؤولية أو تحمل المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرضهم التي طردوا منها حسب ديباجة القرار الذي أنشأ الأونروا والذي أشار إليه القرار 194 كما تحدثنا سابقا. ربما أن لو فصلنا بالنسبة للأهداف، أولى هذه الأهداف أو المهام لوكالة الغوث، أولا تتمثل مهام الوكالة في تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة وبالتعاون مع الحكومات المحلية. على سبيل المثال في غزة هنا كانت تعامل الوكالة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، في الضفة الغربية أيضا مع السلطة الوطنية الفلسطينية، في الأردن مع الحكومة الأردنية، في لبنان مع الحكومة اللبنانية، في سوريا مع الحكومة السورية وهكذا. وكذلك التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعدادا للوقت الذي يستغنى فيه عن هذه الخدمات يوم أن يعود اللاجئ الفلسطيني إلى أرضه وإلى ترابه حسب قرارات الأمم المتحدة. ونأمل إن شاء الله رب العالمين أن يكون ذلك قريبا بإذن الله. الأمر الثاني من أهداف ومهام الوكالة وتوفير خدمات لمجموعة واحدة من اللاجئين وهم الفلسطينيون المقيمون داخل مناطق عملياتها الخمس كما قلت، في حين أن المفوضية السامية هي مسؤولة عن اللاجئين في بقية أنحاء العالم. إذن هناك في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين فقط تختص باللاجئين الفلسطينيين ولها مهامها كما تحدثنا عن حول هذا الموضوع، وهناك المفوضية السامية ومسؤولة عن باقي اللاجئين في بقية أنحاء العالم، وهي خصوصية يعني الأونروا لها خصوصية واقعية بالنسبة للشعب الفلسطيني وهي خدمة اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة، وعندما سنتحدث إن شاء الله أكثر من 5 مليون لاجئ. الثلاثة تقدم الأونروا خدماتها إلى 5 ملايين لاجئ تقريبا وما يزيد عن ذلك. وعلى سبيل المثال أنفقت عام 2012 نحو 293 مليون دولار لشراء بضائع وتقديم خدمات اللاجئين، فيما استفاد نحو 9.3 مليون فلسطيني من خدمات المنظمة عام 2013، وهي خدمات جليلة تقدم للاجئين الفلسطينيين. أيضا من أهداف أن عدد الطلاب المسجلين في مدارس الأونروا يصل الآن إلى أكثر من 500,000 طالب، يعني تقريبا في غزة حوالي 260 ألف طالب، باقي المناطق نفس العدد تقريبا، في أكثر من 500 ألف طالب يدرسون في مدارس الوكالة في مناطق عمليات الوكالة الخمسة. ويبلغ عدد اللاجئين يتلقون الدعم من خلال شبكة الأمان الاجتماعي نحو 283 ألف لاجئ. كما تقوم المنظمة بمعالجة عشرات الآلاف من المرضى في 139 مركزا صحيا أو ما يسمى عندنا هنا العيادة الصحية، إلى جانب 117 عيادة أسنان، 139 مركز صحي عيادة صحية إلى جانب 117 عيادة أسنان. وتقدم الغذاء لأكثر من 1,200,000 لاجئ في أنحاء الشرق الأوسط أي مناطق عمليات الوكالة، إلى جانب توفير مساكن آمنة لأكثر من 1,300,000 لاجئ في 58 مخيما رسميا للاجئين في مناطق عملياتها الخمس. بالنسبة لهيكلية الوكالة، طبعا يرأس المنظمة المفوض العام لوكالة الغوث حاليا طبعا هو كهان بول، ويعمل إلى جانب مندوب عام بالعاصمة الأردنية عمان لدى المفوضية قطاعات تشمل مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. بالنسبة لهيكلية المنظمة كما قلت، منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين على رأس المفوض العام، هناك اليوم طبعا ما يسمى بالمجلس التنفيذي، على رأسه بيكون المفوض العام ثم نائب المفوض العام ثم رئيس الموظفين ثم مدير المالية ثم مدير التوظيف وغيرهم من هؤلاء الناس الذين هم أصحاب القرار ويتخذون، وهم الذين يسيرون يعني دفة الإدارة بالنسبة لوكالة الغوث، إلى جانب اللجنة الاستشارية التي تقدم يعني للاستشارة للمفوض العام ولطاقم المفوض العام. كما قلت لدى المفوضية قطاعات تشمل مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية والمخيمات، وتشرف على ذلك مراكز في عدد من المناطق من بينها غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية. كما تضم الوكالة ممثليات في 5 مناطق طبعا، في نيويورك، واشنطن، القاهرة والقدس المحتلة، أو 4 ممثليات. مصادر تمويل الوكالة،
طبعا المصاري يعني يعني اموال الوكاله توزع على ثلاث اشياء. واحد، صندوق لميزانيات البرامج يدعم العمليات المحوريه للوكاله وهي البرامج الاساسيه على سبيل المثال الصحه، التعليم، البنيه التحتيه، الخدمات الاجتماعيه وغير ذلك. اثنين، بالنسبه لمصادر التمويل، تمويل المشاريع المحدده المرتبطه فتره زمنيه معينه والتي ترمي الى تحسين الخدمات. بعض المتبرعين تبرعوا لمشاريع مؤقتة تنتهي هذه المشاريع بانتهاء المنحة المالية أو بانتهاء هذا المشروع. الأمر الثالث، التمويل المستجيب للنداءات الطارئة لصالح التدخلات الإنسانية. على سبيل المثال هنا في غزة يمكن أكثر مرة أو كثير من المرات كانت هناك مناشدات لدول العالم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خصوصا في مرحلة الحروب التي خاضتها أو كانت مع غزة 2008 و2014 و2012 و2014. ايضا هناك في سوريا كان هناك مناشدات، يعني هناك كان تمويل لمشاريع طارئه نتيجه لظروف سياسيه او نتيجه الحروب، حروب سواء كان في غزه او في الضفه الغربيه او لبنان او باقي مناطق عمليات الوكاله. يعني فيها انا مصادر التمويل، وفيما يلي جدول يوضح ابرز زعيمي الانوروا ماليا وحجم الدعم بالمليون طبعا بالدولار الذي تقدمه كل دوله سنويا. على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية تقدم سنويا لوكالة الغوث 364 مليون دولار، وهي يعني الداعم الأكبر كان سابقا، حاليا توقف طبعا حسب لما نيجي الكلام هذا إن شاء الله رب العالمين. في 364 مليون تقريبا ثلث ميزانية الوكالة كانت تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا راح يكون تأثيرات سلبية كبيرة جدا على الميزانية العام للوكالة فيما بعد عندما نتحدث عن موضوع التقليصات. الذي يأتي بعد الولايات المتحدة اللي هو الاتحاد الأوروبي تقريبا 143 مليون دولار، بعد ذلك ألمانيا 76 مليون دولار، السويد 61 أو 62 مليون دولار، المملكة المتحدة بريطانيا 60.3 من عشرة مليون دولار. وكان الأولى بالمملكة المتحدة أن تقدم أموال أكثر بكثير من هذه الأموال، إن هي سبب نكبة الشعب الفلسطيني، وكان الانتداب البريطاني الذي سبب ما وصلت إليه القضية الفلسطينية سواء كان من قرارات جائرة أو من تسهيل وصول اليهود إلى فلسطين واحتلال فلسطين، تقدم فقط كل عام 60 مليون 3 من عشرة. المملكة العربية السعودية حوالي 51 مليون دولار، وهي أكبر دولة عربية تقدم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة الوكالة طبعا. اليابان 43 مليون دولار، وسويسرا 27 مليون دولار تقريبا سنويا تقدم كمصادر تمويل اللاجئين. ويلاحظ طبعا لو لاحظنا الجدول اخوان الاحباب ان الولايات المتحده تعد المانح الاكبر بفارق كبير على المركز الثاني اللي هو بعده كان الاتحاد الاوروبي. كما يلاحظ ان الدوله العربيه الوحيده التي تعد من كبار داعمي وكاله الغوث الدوليه هي السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، وان معظم الاموال التي تقدمها تاتي ضمن مشاريع مؤقته وليس في الميزانيه العامه للوكاله، يعني مشاريع مؤقته من باب يعني دعم اماكن معينه ومشاريع معينه وليس ضمن البرامج الاساسيه. جدير بالذكر ان تبرعات الدول العربيه تشكلت او تشكل تقريبا حوالي او في سنه 2015 حوالي 9% من ميزانيه البرامج تقدمها وكاله الغوث الدوليه في البرامج الاساسيه كما تحدثنا سابقا. ايضا يوضح الجدول الاتي مجمل انفاق الوكاله بالمليون دولار على الخدمات الرئيسه التي تقدمها في مناطق عملياتها الخمس. على سبيل المثال التعليم سنويا من ميزانيه العامه لوكاله الغوث في حوالي 505 مليون دولار فقط للتعليم، وتقريبا هذا يمكن اكثر من ثلث ميزانيه وكاله الغوث او حوالي 40% من ميزانيه وكاله الغوث. الصحه 147,000 و148,000. البنيه التحتيه 77.5 مليون دولار. الاغاثه والخدمات المجتمعيه 438 مليون دولار. النفقات التنفيذيه والدعم تقريبا 194 مليون دولار. المجموع مليار و 363.5 مليون دولار. طبعا هذه النفقات السنوية التي تحتاجها وكالة الغوث كي تستطيع أن تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس. يتضح أيضا من الجدول أن قطاع غزة يعد المنطقة الأكثر اعتمادا
على مساعدات أونروا. إخواننا يمكن العدد اللاجئين في قطاع غزة، عدد سكان قطاع غزة حوالي 2 مليون مواطن، منهم 1,300,000 مواطن هم لاجئين، هم يتلقون الخدمات من وكالة الغوث. وكما قلت يعني عدد الطلاب في قطاع غزة تقريبا نصف عدد الطلاب في مناطق عمليات الوكالة الخمس، أكثر من 500,000 طالب، وهم طبعا بنقسموا المرحلتين، المرحلة الابتدائية من الأول حتى الصف السادس ابتدائي، المرحلة الثانية من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي تشرف عليها وكالة الغوث. إذا نسبة التعليم من الميزانية العامة لوكالة الغوث تقريبا 43.6 تذهب لهذا القطاع، حيث تتكدس في عدد كبير من اللاجئين، 1.3 مليون لاجئ مسجل في خدمات الأونروا، يعتمدون بشكل أساسي على مساعدة الأونروا للعيش في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع مقارنة بغيره من مناطق اللجوء. كما يتضح من الجدول أن برنامج التعليم هي الخدمة الأساسية التي تقدمها الوكالة وتنفق فيها التموين، وتقدم الوكالة هذه المساعدات لما يقرب من 6 مليون لاجئ يتوزعون في خمس مناطق رئيسية من مناطق عمليات الوكالة الخمسة، وهي كما قلت قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان. برضو يتضح من الجدول الآتي أبرز الإحصائيات حول الخدمات التي قدمتها المنظمة في مناطق عملياتها الخمسة خلال عام 2016. عدد الموظفين على سبيل المثال في مناطق عمليات الوكالة الخمسة 30,799 موظف فقط في قطاع غزة. من هؤلاء الموظفين في 13,037 موظف، يعني تقريبا حوالي يمكن أكثر من 40% أو 45% من أعداد الموظفين في مناطق عمليات الوكالة. عدد الموظفين في الضفة الغربية 4,635 موظف. عدد الموظفين في سوريا 3,003 موظف. عدد الموظفين في لبنان 3,096 موظف. عدد الموظفين في الأردن 6,642 موظف. عدد الطلاب تقريبا 515,260 طالب. من هؤلاء الطلاب يعني في قطاع غزة فقط 262,000 طالب، يعني أكثر من 50% من عدد الطلاب في مناطق عملية الوكالة في منطقة غزة لوحدها. في الأردن 121,368 طالب. في لبنان 36,088 طالب. في سوريا 46,733 طالب. في الضفة الغربية 48,959 طالب. المجموع طبعا الكلي 515,260 طالب. طبعا بالنسبة لغزة ربما عدد الطلاب الأكثر والخدمات الأكثر تلقاها نتيجة لسببين، السبب الأول عدد اللاجئين يعني كثرة عدد اللاجئين، الموضوع الثاني قطاع غزة ربما يمكن الظروف الصعبة اللي بيعيشها سكان غزة، يعني من صعوبة مكان أن أهلنا واللاجئين في قطاع غزة أن يرسلوا أبنائهم إلى مدارس حكومية على سبيل المثال أو مدارس خاصة، هذه تحتاج إلى تكلفة كبيرة جدا. باقي الميزانيات تتوزع كما قلت على الصحة وعلى بعض البنى التحتية وغيرها، لا مجال يعني الإحصائيات موجودة. طبعا حسب آخر إحصائية أوردتها الأونروا فإن المنظمة تقدم طرودا غذائية لأكثر من 900,000 لاجئ في قطاع غزة، وتوفر فرص عمل مؤقتة لصالح 54,000 لاجئ، بالإضافة إلى 12 فرصة عمل دائمة، وتساعد في صيانة المياه والصرف الصحي وإزالة النفايات، وتقديم مساعدة في الإيجار لأكثر من 2,500 عائلة المتضررين من حرب عام 2014، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المتفرقة. ومن أصل 398 مليون تطلبها الأمة ضمن النداء الطارئ للأراضي الفلسطينية لعام 2018 الضفة الغربية والقطاع، فإن ميزانية القطاع تشكل ما يقرب من 90% منها اللي هي 354 مليون دولار. طبعا هذا الأمر إخواننا، هذه الخدمات الجليلة التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة، والتي لها تأثيرات كبيرة جدا على صمود أبناء شعبنا الفلسطيني سواء كان في غزة أو الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والكل يعاني، ليست غزة لوحدها. ربما يمكن أنا كان لي زيارة في المخيمات الفلسطينية في سوريا قبل ذلك أو في الأردن أو في لبنان، وطلعت الأمور لا شك أن الأمور سوداوية وصعبة والتحديات كبيرة جدا، والأمال معقودة على وكالة الغوث أن تستمر في تقديم خدماتها، بل تزداد هذه الخدمات وتزداد هذه الميزانيات. لكن هناك خطورة كبيرة جدا بالنسبة لاستمرار عمليات وكالة الغوث في المناطق الخمسة نتيجة لمؤامرة دولية تقودها يعني طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني وهم إسرائيل. على كل، واجهت الأونروا خلال السنوات السابقة عدة أزمات مالية
بسبب العجز ونقص التمويل، الأمر الذي انعكس سلبا في بعض الأحيان بتقليص بعض الخدمات أو التأثير على العملية التعليمية. على سبيل المثال في عام 2015 هددت الوكالة بتأجيل العام الدراسي، كان هناك قرار بتأجيل العام الدراسي، وربما نحن يعني كنت على رأس المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في تلك الفترة، قومنا هذا الأمر والحمد لله رب العالمين استطعنا يعني الأمر أن يستمر العام الدراسي في ذلك الحين. طبعا بتأجيل العام الدراسي في حال لم تلقى التمويل الكافي لسد العجز المالي في تلك الفترة كان تقريبا حوالي 101 مليون دولار. تكرر التهجم الصهيوني على الوكالة والمطالبة بإنهاء وجودها عدة مرات، أبرزها كان طبعا مهاجمة رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لها بشكل متكرر والمطالبة بإنهاء وجودها بعدة حجج. طبعا كانت حجة العدو الصهيوني ورئيس الوزراء الصهيوني في تلك الفترة أنها تخلط قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وهذا الأمر الذي يؤرق إسرائيل ويؤرق أمريكا ويأقبق العالم الظالم من قضية اللاجئين. طالما هناك وكالة الغوث إذن هناك قضية حية للاجئين الفلسطينيين، وهذا الأمر لابد أن ينتهي هذا الأمر، ولا بد أن ينتهي الوكالة حتى تنتهي هذه القضية بالنسبة لحق العودة وتخليط قضية اللاجئين. أيضا الوكالة أو العدو الصهيوني يتهم الوكالة أنها تهدف إلى تدمير الكيان الصهيوني، سواء كان من خلال المناهج أو من خلال الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين، باعتبار أنه ما دام هناك مفوضية عامة للاجئين على مستوى العالم الأصل تنتقل الوكالة من وكالة غوث خاصة بالفلسطينيين للمفوضية العامة، وهم على استعداد أن يدعموا هذه المفوضية حتى ينهي شيء اسمه لاجئ فلسطيني أو حق عودة للاجئين الفلسطينيين. شهدت الفترات السابقة محاولات من اللوبيات الصهيونية وحلفائها لتغيير طبيعة عمل الأونروا والتضييق عليها، حيث عملت جهات وأطراف دولية كثيرة على تغيير تعريف اللاجئ الذين توفر لهم الأونروا الدعم عن طريق منع توريث صفة لاجئ من الآباء للأبناء، وهذه مشكلة كبيرة جدا. حاليا العدو الصهيوني يهدف يعني إنهاء قضية اللاجئين أو حصر قضية اللاجئين فقط بالذين هجروا عام 1948 من الأراضي المحتلة عام 1948، واعتقد جازما يعني احنا القضية الفلسطينية مر عليها بالنسبة للتهجير من 48 ل 2018 لخلنا في السنة يعني 70 او 71، واعتقد ربما لم يتبقى من هؤلاء من الاهل سوى يعني اعداد بس عشرات الالاف، ربما لا يتجاوز 20 او 30 الف. يعني على سبيل المثال والدتي رحمة الله عليها انتقلت الى جوار ربها سبحانه وتعالى العام الماضي، وهي التي هجرت من المجدل يعني عام 1948. والد انتقل الى رحمته تعالى قبل حوالي 5 سنوات أيضا هجر من المجدل عام 1948. وقس على ذلك إذن أعداد اللاجئين التي تسعى إسرائيل فقط هم الذين ولدوا في الأرض المحتلة عام 1948 وهاجروا، أما ذرياتهم أما أحفادهم لا مجال لهم للعودة إلى أرض فلسطين التاريخية، وبالتالي إسرائيل ترتاح من اللاجئين. اليوم أكثر من 5 أو 6 مليون لاجئ فلسطيني خرجوا من أرضهم وديارهم لابد أن يعودوا، حصرت المشكلة في حوالي 20 أو 30 أو عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. كما عملت الإدارة الأمريكية على إحباط مشروع قرار الأمم المتحدة لزيادة موازنة الأونروا، وتأتي كل هذه الإجراءات في إطار إنهاء قضية اللاجئين التي تعد الأونروا الشاهد الأكبر على وجودهم ومعاناتهم، في إطار ما تنوي الإدارة الأمريكية تقديمه لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني. إذن هناك إجراءات كبيرة جدا لإنهاء شيء اسمه وكالة الغوث، من هذه الإجراءات وهو إيقاف قرار الجمعية الأممية العامة للأمم المتحدة بزيادة ميزانية الوكالة. على كل، بدأت الأزمة الحالية التي عدها مسؤول في الأونروا الأكبر في تاريخ الأونروا بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص دعم المنظمة بمقدار 65 مليون دولار من أصل 125 مليون دولار، وهذا طبعا بعد عن وصول الرئيس ترامب إلى سدة الحكم، ومن أجل إرضاء العدو الصهيوني ومن أجل ضمان انتخابه لمرحلة انتخابية جديدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بدأ الجهد كبير جدا خلال هذه الفترة، خاصة مع وجود عجز متراكم على الوكالة سنة 2018 بقيمة 146 مليون دولار. وقد بدأت آثار الأزمة قبل قرار الإدارة الأمريكية وتفاقمت بالتزامن معه، حيث شهدت الشهور الأخيرة تأخيرات في مواعيد صرف رواتب الموظفين، كما لم يتم صرف فرق العملة في الراتب لشهر يناير. فرق العملة كان تعطيه طبعا إدارة الوكالة
يعني بالنسبة لقيمة الدولار نتيجة انخفاض الدولار، ثبت الدينار على الدولار على مبلغ معين 3.72%، اللي كانت الوكالة تعطيه الموظفين من باب يعني تثبيت الوضع الاقتصادي للموظفين في مناطق عمليات الوكالة، خصوصا في قطاع غزة والضفة الغربية. هذه كانت من التقليصات خلال الفترة الماضية. الأمر الثاني، من القرارات المتوقع صدورها أو صدرت طبعا بالنسبة للتقليصات خلال الفترة الماضية، هو يعني انتهت وخلص على أرض الواقع. كما تعلمون يعني موضوع سن التقاعد أصبح من 62 سنة إلى 60 عام، ما يعني حال جميع الموظفين الذين يخدمون حاليا في سنوات التمدد أو التمديد والذين يقدرون بالمات. وأنا أعتقد يمكن هذا كنت برضو على رأس المؤتمر العام لاتحاد الموظفين، واستطعنا والحمد لله رب العالمين فترة من فترات أنه تمديد أعمار الموظفين العاملين طبعا 62، خصوصا إخواننا كان في لبنان والسورية في تلك الفترة. يعني الدولة اللبنانية تقريبا سن التقاعد فيها حوالي 65 أو في سوريا 65، اسوى بهذه المناطق تواصلنا مع إدارة الوكالة يكون سن التقاعد 62، خصوصا يمكن الكثير موظفين بعد 60 يحصل على المدخرات، وهذه المدخرات تصبح بعد فترة يعني لا قيمة لها أو تنتهي. فهذا الموظف يعني يصبح في وضع اقتصادي صعب جدا، يبحث عن بدائل لأن يعيش يعني حياة كريمة في تلك الفترة. اثنين، عدم استبدال الموظفين المتقاعدين إلا بموظفين بعقود مؤقتة، الأمر الذي يعني عدم وجود أي مستحقات جديدة. يعني بمعنى الموظف انتهي تقاعد أصبح عمره 60 سنة، الأصل يجي موظف بداله. للأسف الشديد لم يتم إما ألا يتم توظيف أي موظف جديد، وإما يتم موظف يعني تثبيت أو توظيف موظفين بعقود مؤقتة تنتهي هذه العقود خلال فترة زمنية محددة. ايضا التركيز على الخدمات الاساسيه فقط، الصحه والتعليم والاغاثه، وسحب الاهتمام بالفروع الاخرى غير الرئيسيه، مما قد يعطل بعض المشاريع الاخرى والتي تحرك العجله الاقتصاديه في اماكن عمليات الوكاله في الخمسه. اربعه، وقف تعبئه الشواغر في وظائف التعليم والصحه، وقف التوظيف اليومي ودفع بدل الدوام الاضافي وبدل السفر وتكاليفه. هذه كلها اجراءات تقشفيه اتخذتها إدارة الوكالة خلال الفترة الماضية، ولا شك هذه التقليصات كان لها تأثير على سير العملية التعليمية في مدارس عمليات الوكالة الخمس، حيث ستعمل الوكالة على تقليص عدد المعلمين الذين سيعينون خلال الفترة المقبلة. وفعلا على أرض الواقع هذا الكلام موجود، وهو ما يعني عدد طلاب أكثر في صف وبالتالي ضعف المستوى التعليمي. لا شك أن هذا الأمر يعني كان عدد الطلاب على سبيل المثال، أنا كأرقام موجودة بين يدي، كان اتفاقنا مع إدارة الوكالة قبل حوالي 3 سنوات مع المفوض العام انه متوسط اعداد الطلاب لا يزيد فصلا 39 طالب ونص، لكن للاسف الشديد الوكاله لم تلتزم بهذا الاتفاق في هذا العام اللي هو على عام 2018، متوسط الطلاب اصبح تقريبا 41 ونص طالب، حوالي 2 طالب في كل فصل، بمعنى تقريبا حوالي لا يقل عن 200 وظيفه في قطاع غزه على وجه التحديد طبعا تم فقدانها من خلال رفع اعداد الطلاب. وهذا الامر ليس فقط يعني بالنسبه لاعداد الطلاب، الامر واعداد المعلمين هو بأثر على النوعيه التعليميه، كلما كان عدد الطلاب من ناحيه تربويه اقل في الفصل كلما استطاع المعلم ان يوصل رساله بشكل افضل. ربما قطاع غزه عشان متلقي يمكن اكثر الخدمات سيكون المتاثر الاكبر بتقليص التمويل، قطاع التعليم سيكون متضرر الاكبر منها، وفي ظل الازمه الاقتصاديه التي يعيشها قطاع غزه اصلا في ظل الحصار المفروض عليه منذ سنوات والذي نتج عنه مستويات بطاله غير مسبوقه تعد الاعلى في العالم كله. اخواننا احنا اللي بنسير مسابقه على سبيل المثال في قطاع غزه للتعليم تقريبا لا يقل عن 50,000 او تقريبا حوالي 30,000 معلم يتقدمون لهذه الوظيفه عشان يمكن بدهم بضع عشرات يقبلوهم. هناك الاف الخريجين في مختلف القطاعات يتقدمون لوظائف سواء كان في الوكاله او في السلطه، لكن للاسف الشديد فرص العمل تكون ضعيفه جدا للنتيجة لعدم وجود يعني تمويل مثل هذه الفرص أو وجود يعني عقوبات مالية كبيرة جدا المفروضة على الشعب الفلسطيني سواء كان في غزة أو خارج غزة، وهذا تضيف أعباء اقتصادية جديدة على الناس سواء كان في مناطق الوكالة في غزة أو خارج غزة. المهم سيترتب على أزمة وكالة الغاوة زيادة الضغط التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة في ظل الظروف والمعطيات اللي بنعيشها اليوم، ليس في غزه وحده، ايضا في الضفه الغربيه، في لبنان، في سوريا، في كل مناطق عمليه الوكاله اليوم، يعني اللاجئ الفلسطيني بيعاني الامرين، على وجه الخصوص يعني يمكن في لبنان، ربما يمكن حتى غزه اخف شويه، نتيجه انه في لبنان هناك يعني ضغوطات كبيره جدا على اللاجئين، عدم تولي يعني اي مناصب او اي اعمال او يعني تضييقات كثيره جدا، هذا الامر سيؤثر طبعا تاثيرا كبيرا جدا على هذا الواقع في مخيمات او اماكن تواجد اللاجئين في المناطق الخمسه.
أيضا محتمل أن تؤدي الأزمة إلى تقليصات في رواتب الموظفين في الأونروا، إما عن طريق صرف رواتب غير كاملة زي ما تعمل السلطة سواء كان في غزة أو الضفة الغربية نسبة معينة، أو عدم الصرف أو عدم صرف بعض العلاوات أو البنود على الراتب. أيضا سينتج عن الأزمة نقص في حجم الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها عيادات ومرافق الوكالة الصحية، وهنا يمكن خلال السنوات الأخيرة كانت هناك مشاكل كثيرة جدا سواء كان في الضفة الغربية أو في لبنان بالنسبة لموضوع الاستشفاء، أو في قطاع غزة أو الأردن أو سوريا كانت مشاكل كثيرة جدا يعني قامت بها وكالة الغوث من أجل تقليص الخدمات نتيجة للظروف المالية اللي بنعيشها. وهذه التقليصات لها يعني أسبابها ربما كانت أسباب موضوعية غير موضوعية سنأتي إليها إن شاء الله رب العالمين. أيضا توقف الأونروا عن تقديم قروض منظمة التمويل الصغير التي تقدمها الوكالة من حوالي 39 ألف قرض سنويا، وتهدد العديد من المشاريع القائمة على هذه القروض بالتوقف. يعني اليوم اللاجئين نتيجة الظروف الصعبة من خلال يعني الصناديق معينة لوكالة الغوث في مناطق عملية الوكالة يتم تقديم قروض، هذه القروض أيضا ربما تراجعت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية. أيضا تزايد معدلات البطالة في المناطق التي تقدمها أو تقدم فيها الوكالة خدماتها، حيث تعمل على تقليص فرص العمل المستحدثة وإنهاء الحقود الحالية غير المثبتة، بالإضافة إلى تقليص فرص العمل غير المباشرة التي تخلفها الأموال تضخها الوكالة في مناطق عملياتها. من المرجح أن تؤثر الأزمة على الطرود الغذائية التي تقدم من قبل الوكالة لأكثر من مليون لاجئ سواء كان في قطاع غزة أو خارج قطاع غزة، ما يعني زيادة في الفقر لهذه الأسر التي هي أصلا فقيرة. أيضا التأثير على البرامج المتعلقة بإعادة إعمار المنازل المدمرة في حرب 2014 في غزة وزيادة معاناة أصحاب هذه المنازل. لحتى هذه اللحظات طبعا يمكن 5000 منزل منازل اللاجئين هدمت خلال حرب 2014، لحتى هذه اللحظات يعني بدناش نقول آلاف، مئات المنازل حتى الآن أصحابها لا مأوى لهم. يعني في الفترة الأخيرة عندما أوقفت الوكالة موضوع الصرف بدل الإيجارات توجه هؤلاء الناس إلى المدارس كإيواء لهم، ما في لهم أماكن للسكن. على كل يعني هذه التقليصات الكبيرة في وكالة الغوث لا شك أنه سيخدم تقليص عمليات الأنور المساعي الأمريكية والصهيونية بإنهاء قضية اللاجئين. فالأنور تعتبر أن اللاجئين هم من هجروا من وطنهم بعد النكبة عام 1948 ونسلهم وذرريهم له صفة اللاجئ تورث الأبناء فيما تعد المنظمة السامية للاجئين الحاليين، هم من خرجوا من وطنهم دون أن تورث الصفة لأبنائهم. إذا فرق بين وكالة الغوث وبين المنظمة السامية، طبعا الأمم المتحدة تقول أو وكالة الغوث تقول أن كل لاجئ خرج من وطنه هو وذرريه هم لاجئون، أما بالنسبة للهيئة السامية للأمم المتحدة تقول لا هو فقط اللاجئ الذي خرج من وطنه. على كل يعني الوضع الاقتصادي سيؤدي يعني سيكون له أبعاد أخرى غير الأبعاد الاقتصادية المباشرة، في زيادة إفقار مجتمعات فقيرة أصلا سيساعد على زيادة الآثار الاجتماعية الصعبة والأمنية والأخلاقية التي يخلقها الفقر سواء كان في قطاع غزة أو في لبنان أو سوريا أو الأردن أو باقي مناطق عمليات الوكالة. سؤال يطرح نفسه وهو لماذا والمصلحة من يراد إنهاء خدمات الأونروا في مناطق عمليات الوكالة؟ كما قلنا قواعد الأمم المتحدة تعتبر بأنه من ترك بيته في عام 1948 فلسطين هو لاجئ وجميع ذريته لاجئين أيضا. وجود الأونروا طبعا عند العدو الصهيوني وعند الإدارة الأمريكية يغذي الإيمان لدى اللاجئين بحق العودة، لهذا باتت الوكالة تشكل عنصر قلق وإزعاج حقيقيين أو حقيقيين لمن يرغب بإنهاء قضية اللاجئين وحقهم في العودة. على سبيل المثال صحيفة إسرائيل اليوم في 6/12/2011 تقول إن إسرائيل تحرض على إغلاق وكالة الأونروا بحجة أن الوكالة تشكل عقبة أمام أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين بسبب المعايير المختلفة لوضع اللاجئ الفلسطيني. قال أحد يعني أعضاء الكنيست عن حزب الاستقلال إننا نؤيد مساعدة الفلسطينيين في الأمم المتحدة في مجال التعليم والصحة، ولكن ليس عن طريق هذه الوكالة تدور بجهود السلام. يعني هم استعداد أن يمدوا أي وكالة دولية غير وكالة الغوث حتى لا تبقى الشاهد الأكبر على معاناة اللاجئين الفلسطينيين. سيلفان شالوم وهو وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي السابق دعا في تصريح له في 7/11/2005 إلى نقل صلاحيات وكالة الأونروا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأخطر من ذلك، ربما نحن كفلسطينيين في مشكلة معينة. وثيقة يوسي بيلين أبو مازن التي وقعت في سويسرا في نهاية تشرين الأول أكتوبر 1995، أعلن فيها بيلين بأنها ستكون مرجعا مهما للمفاوضين السياسيين حول مرحلة الحل الدائم. البند الرابع من الوثيقة، اللي هي وثيقة بيلين أبو مازن، تقول تحل هيئة دولية جديدة محل وكالة الغوث، هذا خطورة الأمر، وكالة الغوث اللاجئين الأونروا للعمل على إعادة تأهيل وتأمين استيعاب اللاجئين في دول وأماكن إقامتهم، والعمل على تطوير الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، بمعنى توطين اللاجئ. اللاجئ في سوريا بده يكون مواطن سوري، اللاجئ في الأردن بده يكون مواطن أردني، اللاجئ في لبنان بده يكون مواطن لبناني، وهكذا. يعني إنهاء قضية الشعب الفلسطيني وإنهاء قضية اللجوء وتوطين الناس أو تهجير الناس كما يحدث حاليا، كما نشاهد ونسمع ونرى، سواء كان في سوريا أو الأردن أو لبنان. طبعا هناك دعوات كثيرة جدا لتهجير الفلسطينيين إلى خارج هذه الأراضي. هم على استعداد على تطوير الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتذييبهم في الحياة اليومية للمجتمعات التي يعيشون فيها، سواء كان كما قلت في الأردن، سوريا، لبنان. وتكفل حكومة حزب العمل في ذلك طبعا الحين التعامل ثنائيا مع الدول المعنية والأطراف الدولية الرباعية أو الراعية من دون صخب أو ضجيج إعلامي، حتى يشكل ذلك إحراجا للسلطة الفلسطينية وممارسة الضغوط الكفيلة بانتزاع المواقف الدولية الدائمة لهذا الهدف بالتعاون مع الدول المضيفة لضمان إغلاق الملف نهائيا. للأسف الشديد كما قلت، هي وثيقة يوسي بيلين مع أبو مازن عام 1995، هدفها طبعا كان اللي هو خلص اللاجئ في توطين اللاجئين في أماكن سكناهم، تقديم كل الخدمات. إسرائيل على استعداد أن تتعاون مع الدول المضيفة وإمدادها بالمال وكل ما ترغب هذه الدول من أجل إنهاء قضية اللاجئين، وهذا الأمر لا شك له تأثيرات كبيرة جدا. أيضا خلال محاضرة له في معهد كارنبيجي الأمريكي في 23/6/2008، أعلن يوسي بيلين عن رؤيته للتعاطي مع وكالة الغوث وداعي إلى حل الوكالة الدولية للأونروا واستبدالها المفوضية العامة أو العليا لشؤون اللاجئين. كما قلت، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هي منظمة دولية تهتم فقط باللاجئين الذين هجروا، لا دخل لها بالأبناء ولا الأحفاد. أما بالنسبة لوكالة الغوث كما قلت، هي وكالة تهتم باللاجئين وأحفاد اللاجئين وأبناء اللاجئين، لذلك هناك فرق كبير جدا. وإسرائيل والولايات المتحدة على استعداد أن تحول اللاجئين فوضية السامية والعليا لشؤون اللاجئين وتنهي هذه الإشكالية. إذن استهداف غير مسبوق لوكالة الأنورا، والذي بدأ عام 2017 مع وصول الرئيس الأمريكي إلى سلطة الحكم في أمريكا، طلب الكيان الصهيوني للإدارة الأمريكية الجديدة قطع المساهمات المالية للأنوروا. طلب نتنياهو من سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي في 11/7/2017 على سبيل المثال بتفكيك الأنوروا واستغلال الإعلان عن اكتشاف النفق في غزة. رغم إخواني أنا أقول لكم، النفق في غزة لم يكن لا تحت مدرسة ولا غيره، وكان بجوار مدرسة، وهي أعمال مقاومة ما إلها علاقة. مقاومة أحرص ما تكون سواء كان في قطاع غزة أو غير قطاع غزة على المحافظة على مؤسسات الوكالة. المقاومة أيضا تعي وتعلم جيدا استمرار عمليات الوكالة وخدمات الوكالة لها تأثيرات إيجابية كبيرة جدا على الشعب الفلسطيني وتخليد وجود حق العودة للفلسطينيين. لذلك المقاومة الشعب الفلسطيني يعني أحرص ما يكون على هذه المؤسسات. أيضا تم تعيين سفير الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة وهدان أو دانور نائبا لرئيس الجمعية العامة للمتحدة في 31/5/2017، وهو طبعا من حقه عمل يعني جدول أعمال الجمعية العامة للمتحدة. وقد شطب البند المتعلق بزيادة ميزانية الأنوروا من جدول أعمال الجمعية في 4/8/2017. كل هذه الأمور يعني هي إرهاصات وخطوات عملية قامت بها الإدارة الأمريكية وقامت بها يعني الإدارة الصهيونية من أجل إنهاء الوكالة. ابتداء يجب القول أن أنوروا هي الارتباط الشرطي بين اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، حيث تعمل أنوروا من ديسمبر كما قلنا 1949 وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لحين إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة ما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 وفق القرار الأممي 194. هذا هو المطلوب، أن نعود إلى أوطاننا، أن نعود إلى كما قلنا القدس، إلى يافا،
الى اللد الى الرمله. انا طبعا انتمي يعني الى عائله لاجئه هجرت عام 1948 من المجدل. نحن نامل ان شاء الله رب العالمين ان يعود يوما، ونحن سنعود ان شاء الله رب العالمين بجهود الجميع. اذا ايقاف الانوره يعني ايضا خطوره الامر طبعا انه حياه اكثر من 70% من اللاجئين الفلسطينيين ستكون معرض للخطر حال اقرار القرار على اراضي الواقع، على الاراضي الواقعه ان اكثر من مليون لاجئ فلسطيني على سبيل المثال في قطاع غزه يعتاشون على مساعده الانوروا. وكما قلت ان 70% من اللاجئين في قطاع غزه على سبيل المثال هم يعني 70% من مواطنين غزه هم لاجئون. ويعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي ان بقاء الانوروا قائمه حتى اليوم يعني بالضروره ادامه مشكله اللاجئين، وهذا يعني ان اسرائيل امام احد مطلبين، فاما ان تقوم الانوروا اعاده تعريف اللاجئ الفلسطيني لينطبق فقط على من هجروا من فلسطين المحتلة عام 1948 ولا ينطبق على أولادهم وذرريهم من بعد. ولو اعتمد هذا التعريف لانخفض عدد اللاجئين من 5 مليون 300 ألف لاجئ اليوم موجودين في مناطق عمليات الوكالة الخمس إلى 20 أو إلى أقل من 20 ألف مسن في طريقهم للانقراض في العشر سنوات المقبلة. وأعطيت مثال أنا يعني والدي رحمه الله رحمة الله عليهم الاثنين، يعني الأم توفت عام قبل عام، الوالد قبل حوالي 5 سنوات. وقس على ذلك يعني كل إنسان يعني بعد 70 كما هو معروف يعني حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أعماره متي بين 60 و70. إذا يعني خلال سنوات عديدة جدا أعتقد لم يبقى هناك يعني لاجئ خرج من أرضه عام 1948، إما أن يكون تحت الأرض وإما أن يكون يعني على وشك أن يغادر هذه الحياة أو أن يتم إيقاف الحل الثاني الأنروا، وهو أمر يمهد لإنهاء قضية اللاجئين بعد توطينهم في أماكن تهجيرهم وهم وبالتالي إنهاء الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية وعلى الجرائم التي ارتكبها أو ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في عام 1948. لأن بقاء قضية اللاجئين يعتبر عقبة في عملية السلام، في حين أن عودة اللاجئين أو بعضهم إلى ديارهم يزيد من مخاطر القنبلة الديموغرافية الفلسطينية ويقود إلى تزاحم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الهجرة العكسية لليهود من إسرائيل إلى دول العالم الأخرى، حيث تعد مكاتب الهجرة اليوم في إسرائيل بالمسجلين فيها للاستقرار في الخارج، علما بأن أكثر من مليون يهودي حصلوا على جنسية أوروبية ولديهم الجاهزية للهجرة، والنسبة الأكبر المسجلين للهجرة في إسرائيل هم من الفئات الشابة. إذا الأمر يعني إما أن يحولوا المفوضية السامية للأمم المتحدة وخلاص انتهى كل لاجئ أو اللاجئ هو الذي غادر أرض وطنه عام 1948 وهم طريقهم للانتثار والزوال، لم يبقى منهم إلا آلاف محددة. الأمر الثاني وهو تحويل الوكالة طبعا لرؤية العدو الصهيوني إلى الهيئة السامية للأمم المتحدة أو المفوضية السامية للأمم المتحدة باعتبار يعني الأمر انتهى وخلص، أو يعني انتهى قضية اللاجئين نهائيا، وكلا الخيارين هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيل. طبعا الخيارات المتاحة للأنور التعاون مع هذه الأزمة. مطلوب من الأنور أولا يعني بعد أن أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها للأنروا كما حدث يعني بداية قبل أشهر طبعا اتخاذ الرئيس الأمريكي حوالي يمكن ثلث ميزانية الأنور كما قلت أكثر من 350 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية سنويا للأنروا. الخيارات أمام إدارة الوكالة اليوم: واحد، العمل على جمع التبرعات من مصادر أخرى غير تبرعات الدول، وقد أعلنت الأنروا على إطلاق حملة دولية لجمع تبرعات سواء من أصحاب رؤوس الأموال أو المؤسسات والشركات لتعويض النقص في الميزانية. والملاحظ أن مصادر التمويل الأخرى غير تبرعات الدول الطوعية تشكل جزءا صغيرا جدا من ميزانية الأنروا، وعليه يمكن العمل على زيادة هذه القيمة بشكل كبير، وهذا مطلوب من المفوض العام بالنسبة للأمر هذا. اثنين، زيادة المساهمة العربية في الميزانية، حيث تعد المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة ضمن كبار داعمي الأنروا، ويتركز دعمها على المشاريع المؤقتة والطارئة، ولا يتجاوز الدعم العربي للبرامج الرئيسية مجتمع أكثر من 9.3. على فكرة مطلوب من الدول العربية تدفع سنويا يعني كما أقر من الأمم المتحدة حوالي 7.8 من ميزانية الوكالة، وعليه يمكن العمل على زيادة تبرعات الدول العربية خاصة الدول الغنية مثل دول الخليج لتغطية العجز الناتج عن تقليص الولايات المتحدة لحصتها. على كل أخوان يمكن نتصور احنا خلال الفترة الماضية مجموعة دول الخليج يعني مشكورة زي قطر زي الكويت زي تركيا، مجموعة من الدول طبعا قدمت مساعدات سخية لموضوع اللاجئين في مناطق عملية الوكالة، وهذا الأمر أدى إلى تخفيف من حدة يعني الوضع المالي الصعب على الوكالة.
ثلاثة، العمل على حث الدول التي لم تتبرع من قبل لصالح ميزانية الأنهرة على تقديم التبرعات، بالإضافة للعمل على زيادة التبرعات من الدول التي تقدم تبرعاتها، حيث تعمل المنظمة على حشد عقد مؤتمر دولي لبحث قضية تمويل المنظمة والعمل على حشد المانحين. أربعة، الدفع باتجاه مصادر تمويل مضمونة للأنهرة بدل التبرعات الطوعية التي توقف على ظروف توجهات كل دول لتجنب التقليصات المفاجئة المماثلة. خمسة، وقد تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعني بعد أن تولى مسؤولية التركية طبعا لقيادة الأنور خلال هذا العام، العمل على إنهاء الأزمة المالية التي تعيشها المنظمة، كما وعد بالعمل على توفير كل الدعم اللازم في شهر أيلول القادم، حيث تولى تركيا رئاسة الأنور. احنا إن شاء الله رب العالمين تقريبا إن تقريبا ساعة هيك إخواننا، أنا بدي أركز يمكن في موضوع ما بعد الاستراحة إن شاء الله رب العالمين، موضوع العمل النقابي لوكالة الغوث، وهو يعني نعطي إطلالة بسيطة لمتخصص في هذا الموضوع. وكما قلت أنا كنت رئيس اتحاد الموظفين في غزة سابقا، وكنت رئيس المؤتمر العام في مناطق عملية الوكالة، وكنت أطلع جيدا سواء كان أوضاع اللاجئين أو أوضاع يعني الموظفين. إحنا إن شاء الله من خلال إطلالتنا كاتحاد موظفين أو كعمل نقابي سنمر يعني طبعا إيش دور الاتحادات في هذا الأمر اللي كان لها دور تاريخي صحيح في تقديم الدعم والخروج مسيرات الضخمة في مناطق عملية الوكالة خصوصا في قطاع غزة، تجربتنا النقابية إلى أين الوكالة طبعا، كي ما هو الخلاص طبعا، العلاقة بين الاتحادات أو اللاجئين مع إدارة الوكالة، هل إدارة الوكالة أو العدو الصهيوني فقط وأمريكا اللي تتحمل المسؤولية، أو أن إدارة الوكالة جزء من المسؤولية تتحملها، وبعض هناك بعض الموظفين سواء كان الأجانب أو العرب يمكن ربما يكونوا ضد القضية الفلسطينية وساعدوا على مثل هذه التقليصات ويساعدوا على إقصاء الكثير من الموظفين ومحاربة اللاجئين الفلسطينيين. طبعا هناك أسئلة كثيرة جدا ربما من خلال الخبرة بعيدا طبعا عن الأوراق وبعيدا عن المعلومات التاريخية سنتحدث بها إن شاء الله رب العالمين، وهذا يمكن الموضوع الأهم بالنسبة إلي قد تستفيد من هذه التجربة إن شاء الله رب العالمين. لكن نعطي أنفسنا 10 دقائق إن شاء الله رب العالمين كاستراحة بسيطة ثم نعود نواصل معكم إن شاء الله رب العالمين. شكرا لكم مرة ثانية، برحب بالإخوة جميعا طبعا الحضور. بسم الله، الملخص السريع إن شاء الله بما تحدثنا فيه، يمكن تحدثنا عن البيئة الاستراتيجية اللي بعيشها الشعب الفلسطيني سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، وقلنا يعني البيئة الاستراتيجية في أشكالها الثلاثة سواء كان البعد الدولي أو البعد العربي والإقليمي أو البعد الفلسطيني، يعني كل هذه الأبعاد صعبة ومؤثرة بشكل كبير جدا على حياة الشعب الفلسطيني. ثم بعد ذلك تحدثنا عن وكالة الغوث ونشأة وكالة الغوث، وفرقنا بين وكالة الغوث كمنظمة دولية أنشأتها الأمم المتحدة في ديسمبر 1948، وبين الهيئة العليا وظيفة اللاجئين السامية. قلنا أن وكالة الغوث يعني معنية بكل لاجئ خرج من أرضه عام 1948 أيضا بأبنائه وأجداده، وهذا ما يختلف عن الهيئة العليا السامية طبعا التي تعترف فقط باللاجئين. تحدثنا عن الظروف يعني الدنيوية بالنسبة لنشأة الوكالة وتركيبة الوكالة وهيكلية الوكالة وما تكون الوكالة. تحدثنا بعد ذلك عن الأزمة المالية أو تمويل الوكالة والأزمة المالية اللي بتعيشها وأسباب هذه الأزمة، هو يمكن الأمر الأهم بالنسبة لنا جميعا. وقلنا أن هناك قرار أمريكي يعني خلال هذا العام عام 2018 بإيقاف كل الدعم لوكالة الغوث بشكل حوالي يمكن أكثر من 30% من ميزانية الوكالة العامة، وهذا كان له تأثيرات كبيرة جدا وكان تحدي كبير جدا لإدارة الوكالة. لكن الحمد لله رب العالمين يبدو الأمور يعني في طريقها، تقريبا حوالي حتى هذه اللحظات في 21 مليون دولار عجز حتى يعني شهر ديسمبر هذا الشهر. نامل إن شاء الله رب العالمين حتى نهاية هذا يعني الشهر تكون العجزات قد انتهت إن شاء الله رب العالمين. وأعتقد رغم هذه الأزمة الكبيرة ورغم هذه المحنة الكبيرة اللي بتعيشها الوكالة وبتعيشها اللاجئين صحيح خلال هذا العام، لكن ربما كان يمكن أقل سنة، وأنا يمكن أنا أطلع جيدا على وكالة الغوث ميزانية وكالة الغوث يمكن أقل سنة بتعاني يعني في نهاية العام مثل هذه المبالغ على العجزات. يعني السنوات القبل كانت أكثر تصل إلى أكثر من 100-120 مليون 130 مليون وهكذا، لكن هذا السنة رغم يعني هذه الأزمة يعني أوجدت تحدي كبير جدا لإدارة الوكالة ومفوضة العام ومفوض عام وكالة الغوث والدول العربية والدول الداعمة للشعب الفلسطيني. رغم يعني القرار الأمريكي الجائر ب2018
بحق اللاجئين وإيقاف ميزانية الوكالة نحن إلى جانب يعني قضية اللاجئين. أنا بتصور قضية اللاجئين يعني قضية أساسية للشعب الفلسطيني ومحطة أساسية للواقع الفلسطيني لأكثر من 6 مليون لاجئ، وعد الفلسطيني اليوم تجاوز 10 مليون فلسطيني. هي القضية الأهم هي بعد قضية القدس. ربما الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني جعلوا يعني موضوع القدس يعني أزالوه عن طاولة المفاوضات أو عن الحديث من خلال التهويد أو من خلال نقل السفارة من تل أبيب للقدس. الأمر الثاني قضية اللاجئين، هم ماضون في هذا الطريق، نأمل إن شاء الله رب العالمين ألا ينجحوا في هذا الطريق إن شاء الله رب العالمين. وأنا يمكن أنا بالنسبة للعمل النقابي، العمل النقابي يمكن طبيعة العمل النقابي هو بيقوم على فلسفة الصراع ما بين السلطة وما بين النقابات من أجل يعني إنجازات معينة للعاملين سواء كان في وكالة الغوث أو غير وكالة الغوث. وأنا أعتقد الصراع النقابي يعني هو صراع إيجابي وصحي من أجل يعني لتحصيل الحقوق ومن أجل برضو إصلاح المؤسسة. وأعتقد إحنا يعني في وكالة الغوث ليس بدعا من النقابات وباقي النقابات، النقابات لها دور كبير جدا في هذا المجال، لكن كإطلالة على وكالة الغوث يعني أعتقد أنه بدأ العمل النقابي في مطلع الستينات من قرن 1900 من القرن الماضي يعني في القرن العشرين، حيث تم إنشاء مادة كاملة في دستور وكالة الغوث الدولية للعمل النقابي رقم 108، وبذلك بدأت اللبنة أو اللبنة الأولى للحركة النقابية. ومرت يعني كأي عمل بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت سنة بداية التأسيس 1962، والمرحلة الثانية كانت مرحلة بداية التطوير واللي كانت سنة 1973، والمرحلة الثالثة كانت مرحلة تطوير جديدة ونهضة كبيرة جدا في عمل وكالة الغوث اللي هو 1990. احنا يمكن ربما كان في المرحله الاولى عام 1962 كان كما قلت هناك دستور اولي للموظفين في مناطق عمليه الوكاله الخمسه، وهي الجمهوريه اللبنانيه كرئاسه عامه في تلك الفتره وكمنطقه عمليات، والاردن والضفه الغربيه والجمهوريه العربيه السوريه وقطاع غزه يعني هي مناطق عمليه الوكاله. وتم التوافق والتنسيق مع الادارات والموظفين في كل مناطق وانشاء اول دستور ينظم عمل النقابي، وتم تاسيس الجمعيات النقابيه. اذا بدايه 1962 كان هناك جمعيات نقابيه في مناطق عمليه الوكاله لم ترقى الى اتحادات او الى نقابات، وكان هدفها يعني من البدايه هي مساعده العاملين في وكاله الغوث من اجل النهوض بالمهنه والارتقاء بالعمل النقابي. الامر الثاني اخوان هو المرحله العام 1973 بدايه تطوير اللي هو عمل نقابي داخل وكالة الغوث. بعد اندلاع الحرب رفضت السلطة طبعا مواصلة تقديم خدمات اللاجئين الفلسطينيين داخل حدود فلسطين المحتلة عام 48. وبعد سنوات طبعا اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية عام 82، وتم اتخاذ قرار يعني في تلك الفترة كان المقر الرئيسي لوكالة الغوث هو في العاصمة اللبنانية بيروت. تم اتخاذ قرار في الأمم المتحدة بنقل الرئاسة العامة من مقرها الدائم في بيروت للعاصمة النمساوية، وبذلك تم تأسيس الرئاسة العامة في فيينا، وتم فتح فروع لها في عمان لتكون قريبة من مناطق عملية الوكالة. طبعا نظر لمواكبة التطورات في العالم وأيضا نظر يعني لتطور العمل النقابي، قامت الحركة النقابية بتطوير هذا العمل والوصول يعني إلى تحسين شروط المفاوضات مع إدارة الوكالة وتحسين مطالب النقابيين بعد يعني اللي هو الارتقاء بهذا الدستور. وقد قام يعني اللي هو القام بعمل مفوض العام باستصدار دستور جديد الحركة النقابية وتغيير دورها تصبح اتحادا بدلا من جمعيات، وتم اصدار الدستور الأساسي للعمل النقابي بالتنسيق مع الجمعيات النقابية في المناطق الخمسة اللي هي غزة الضفة الأردن سوريا لبنان، وتم تحويلهم جميعا إلى اتحادات موظفين مقسمة إلى قطاعات تمثل كل الموظفين، وتم تأسيس الاتحاد العام والذي يمثل الموظفين في مناطق عمليات الوكالة الخمس في تلك الفترة عام 1970. طبعا كانت الرئاسة في المرحلة الثالثة كانت الرئاسة انتقلت يعني كما قلت بعد الحرب اللبنانية عام 1982 انتقلت رئاسة الوكالة من بيروت إلى فيينا طبعا العاصمة النمساوية. ونظر تطور العمل النقابي في تلك الوقت في أوروبا، طبعا كان العمل النقابي في يعني السبعينات من القرن الماضي كان في أوروبا كان عمل متقدم، وكان الدفاع عن حقوق العاملين أو النقابيين أو العمال أو الموظفين كانت الأمر يعني في أوروبا يعني كان الأمر تطور بشكل كبير جدا، فكان لابد من تطوير أيضا العمل النقابي للموظفين العرب. وبالإضافة لذلك زيادة أعداد الموظفين العاملين في وكالة الغوث، فقد قام المفوض العام والاتحادات بتعديل بعض بنود الدستور للتوافق تطورات تغيرات سواء كانت في بعض المصطلحات أو تغيير مسميات، وأيضا توضيح بعض الغموض في الدستور. ولا زال هناك بعض الأمور
تحتاج الى يعني تغيير واضافه وتطوير والى اخره. على كل المرحله الثالثه كانت عام 1993 عندما تم تطوير اللي هو دستور اتحاد الموظفين بالتعاون ما بين المفوض العام وبين الاتحادات في تلك الفتره، واصبح اليوم طبعا الدستور هو يمثل مرجعيه لاتحادات الموظفين في مناطق عمليه الوكاله ولاداره الوكاله من خلالها. طبعا بناء على هذا الدستور يتم انتخاب اتحادات الموظفين في المناطق الخمسه، ايضا يتم يعني تحديد ايش المهام للاتحادات ووظائف الاتحادات وما تقدم الاتحادات من اجل الارتقاء بهذا العمل في المستقبل. طبعا الهيكل النقابي للنروة، نص القانون الاساسي ان البنيان النقابي يقوم على شكل هرمي، قاعدته لجان القطاعات الثلاثه وهم الخدمات والعمال والمعلمين في الاقاليم الخمسه اللي هو الضفه وغزه والاردن وسوريا ولبنان، وقمة الهرم المؤتمر العام لاتحادات الموظفين. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل طبعا عند زملائنا وطلابنا بيطلعوا عليها، اللي هو القاعدة القطاعات الثلاثة، قطاع المعلمين، قطاع الخدمات، قطاع العمال. من هذه القطاعات الثلاثة في كل منطقة من مناطق عملية الوكالة بالشكل المجلس التنفيذي، راح نيجي عليه إن شاء الله رب العالمين. ومن المجلس التنفيذي بنطلع المؤتمر العام اللي يمثل كل الموظفين في مناطق عملية الوكالة. بمعنى آخر المؤتمر العام حاليا يمثل أكثر من 30 ألف موظف سواء كان في غزة أو الضفة أو الأردن أو سوريا أو لبنان، وهو الذي يتولى قضايا الموظفين جميعا في المناطق الخمسة، القضايا الرئيسية واللي بتهم كل الموظفين في المناطق الخمسة. طبعا بالنسبة للهيكل التنظيمي النقابي في وكالة الغوث الدولية على مستوى مناطق عملية الوكالة، ومثال ذلك نأخذ قطاع غزة والضفة الغربية، ربما النظام واحد في بعض الاختلافات في الأردن أو في سوريا لبنان وبصور والضفة الغربية وغزة نفس النظام. المؤتمر العام بتكون من 18 يعني شخص من الاتحاد الموظفين أو اتحادات الموظفين مقسمين إلى 3 ممثلين لكل إقليم. معنى المؤتمر العام اللي بيشمل اتحادات الموظفين بتكون من 18 عضو، 3 من غزة من اتحاد الموظفين غزة، 3 من اتحاد الموظفين في الضفة الغربية، 3 من اتحاد الموظفين في الأردن، 3 من اتحاد الموظفين في لبنان، 3 من اتحاد الموظفين في سوريا، الإضافة إلى ممثلين من اتحاد رئاسة غزة وممثل واحد من اتحاد رئاسة عمان. معنى المجموع 18 من الموظفين هم يشكلون المؤتمر العام ويمثلون 30 ألف موظف في مناطق عمليات الوكالة. هذا هو المؤتمر العام. المجلس التنفيذي وهو المحلي بتكون من 9 أشخاص من اتحاد الموظفين، منهم 4 معلمين، 3 من الخدمات، 2 من العمال. طبعا إخوان المعلمين، المعلم معروف هو الذي يعني يزاول من التعليم في وكالة الغوث. الخدمات طبعا هم مجموعة من الموظفين في دوائر مختلفة، سواء كانت الصحة، سواء كان الخدمات الاجتماعية، سواء كانت المالية، سواء يعني في عدة قطاعات متعددة، سواء كان في الهندسة، هذول مثل الخدمات، يعني منهم الأطباء، منهم المهندسين، منهم المحاسبين، منهم السائقين، مجموعة من القطاعات المختلفة. أما بالنسبة للعمال، فئة العمال هي الفئة كانت درجة واحد أصبحت درجة اثنتين. إذا المجلس التنفيذي اتحاد الموظفين متكون من 9 من الإخوة أعضاء الاتحادات في كل منطقة من مناطق عملية الوكالة. طبعا كما قلت الاتحاد في كل منطقة من مناطق عملية الوكالة بتكون من 3 قطاعات. القطاع الأول وهو قطاع العمال المعلنين، وهو القطاع الأوسع تقريبا، في بتكون من 11 عضو، مثلهم 4 في المجلس التنفيذي المحلي، يعني 11 منتخبين من المعلمين على سبيل المثال في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 4 لازم يكون في المجلس التنفيذي اللي بتشكل اللجنة التنفيذية في المنطقة المحلية، يعني في قطاع غزة والضفة الغربية. طبعا القطاع الثاني قطاع الخدمات بتكون من 9 من الزملاء بنتخب فيما بينهم 3 في المجلس التنفيذي. قطاع العمال بتكون من 7 من الإخوة الزملاء العمال بنتخب فيما بينهم 2، بمعنى أنه المجلس التنفيذي بتكون من 9 من الإخوة الزملاء في المنطقة المحلية أو في الإقليم اللي يمثلهم. طبعا الجمعية العمومية إخواننا تتكون من 27 عضو كما هو معروف، كما تحدثت أنا في 11 معلم، في 9 خدمات، وفي 7 من العمال، يعني 27 عضو هذه الجمعية العمومية، وهم الموظفين المثبتين في وكالة الغوث، يعني على فئة A أو فئة X، ويستثنى منهم العقود المؤقتة. كما ترون يعني بالنسبة للشكل هذا الهيكل النقابي للأونروا بتشكل هي في قطاع التعليم 4 ممثلين في المجلس التنفيذي، في قطاع الخدمات من 9 3 ممثلين في قطاع الخدمات، في قطاع العمال 7 ممثلين بيكون 2 منهم في المجلس التنفيذي. الجمعية العمومية 27 عضو، هذول الجمعية العمومية كلهم الموظفين الدائمين مثبتين على فئة X أو A.
طبعا كمثال يقوم 11 عضو من التعليم باختيار ممثلين في المجلس التنفيذي، وايضا من هو رئيس قطاع المعلمين وكذلك عمال وقطاع الخدمات، ومن الاعضاء التسعه يتم تشكيل المجلس التنفيذي للاقليم، وذلك بانتخابات داخليه بينهما يتم اختيار كل من طبعا هذا في المناطق اللي هو رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد، امين الصندوق، امين السر من التسعه طبعا، ممثل لجنه المدخرات، ممثل لجنه الطؤون، ممثل الاقليم في اللجنه التنفيذيه للمؤتمر العام لاتحادات الموظفين، ممثلي الاقليم في المؤتمر العام للاتحاد العام. احنا بعيدا عن التوصيف ان هذا الامر مش صحيح، مش محاضرتنا اليوم، لكن اطلاله على تكوين اتحاد الموظفين، احنا كما قلت هناك الاتحاد المحلي بتكون من 27 كجمعيه عموميه يتم اختيارهم من كل الموظفين، منهم 11 معلمين، منهم 9 خدمات، منهم 7 عمال. طبعا من هؤلاء ال 27 بيكون المجلس التنفيذي، ال 11 من ال 11 بده يكون 3 من الاخوه بيمثلوا المؤتمر العام لاتحادات الموظفين يعني في المناطق الخمسه، بحيث يكون عندنا 18 عضو، فيما بينهم 18 عضو من المناطق الخمسه يتم اختيار رئيس المؤتمر، ورئيس المؤتمر يتم اختياره سنويا بالانتخاب. انا يعني تشرفت بحمل هذه الامانه قبل حوالي يمكن 3 سنوات، كنت على راس المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في مناطق عمليه الوكاله، لا شك انها يعني فرصه كانت طيبه جدا للاطلاع على اخواننا يعني احوال اخواننا العاملين في الوكاله في تلك الفتره، ايضا بالنسبه لاحوال اللاجئين في تلك الفتره. على كل انا بدي اكد انه يمكن قطاع التعليم هو القطاع الاكبر بالنسبه لعدد الموظفين في مناطق عمليات الوكاله، يعني على سبيل المثال برضه في غزه الارقام يعني مثلا قبل حوالي في سنه 2013 كان عدد المعلمين 7750 معلم من اصل تقريبا حوالي كان 12000 موظف في تلك الفتره، يعني مثل حوالي 70% من عدد العاملين، وقس على ذلك في بعض مناطق عمليات الوكاله عدد المعلمين مثل حوالي 70% من باقي القطاعات، عدد الخدمات مثل يمكن حوالي 20%، وعدد العمال مثل حوالي 10% من باقي العمال. على كل اخواننا احنا اتحاد الموظفين له دور صحيح عظيم جدا بالنسبه لموضوع النوروا، يقدم خدمات جليله سواء كان للموظفين، وانا يمكن اضرب امثله حيه، احنا يمكن اكثر من موقف كان هناك مواقف جماعيه سواء كان لاتحاد الموظفين في الضفه الغربيه او غزه او الاردن او سوريا او لبنان، او كان يعني هناك قرارات جمعيه اتخذناها من خلال اضرابات جمعيه سواء كان من اجل يعني التحقيق او تحصيل حقوق العاملين والموظفين، او من خلال يعني ايصال رساله اللاجئ الفلسطيني، معاناه اللاجئ الفلسطيني والظروف اللي بيعيشها اللاجئ الفلسطيني، واعتقد كانت هناك خطوات جماعيه حول تقليصات الخدمات المقدمه للاجئين في مناطق عمليه الوكاله الخمسه سواء كان بالنسبه للصحه او بالنسبه للتعليم، واعتقد اننا خضنا يعني اضرابات متعدده ومتكرره حول هذا الموضوع، وكان لها تاثيرات كبيره جدا، التاثيرات مش على وكاله الغوث لحالها، التاثيرات انا بعتقد الرساله كانت تصل الى العالم او المتبرعين او الى امريكا او العدو الصهيوني، انه هذه الامور ان لم يكن هناك التزام من الدول المانحه لتقديم الخدمات المقدمه للاجئين، نعتقد جازمين ستكون رساله قويه وصاخبه من قبل مجتمع اللاجئين على العدو الصهيوني وعلى الإدارة الأمريكية. لذلك كان هناك وقفات كبيرة جدا، كانت هناك مظاهرات كبيرة جدا، كان هناك تعبير عن معاناة اللاجئ الفلسطيني والإنسان الفلسطيني والموظف الفلسطيني في مناطق عمليات الوكالة. وأنا يمكن كصورة مصغرة كمان مرة بعطي أن أنا في غزة، ربما كان اتحاد الموظفين خلال السنوات الأخيرة في خلال الأزمة الأخيرة يعني في غزة في حوالي 13000 موظف، أعتقد يعني دعوة اتحاد الموظفين لخروج مظاهرات كبيرة جدا نتيجة لهذه التقليصات ورد على الإدارة الأمريكية في هذه التقليصات الكبيرة كان له تأثيرات كبيرة جدا، وأعتقد أنه ساعد الإدارة إدارة الوكالة على انتزاع يعني الكثير من المساهمات والمساعدات سواء كان من دول عربية أو من دول أجنبية. عندما يرتفع هذا الصوت، عندما يخرج أكثر من 13000 موظف في قطاع غزة على سبيل المثال على صعيد يعني واحد وبهتاف واحد وعلى قلب راجل واحد، هذا لا شك الرسالة أوصلت للأمم المتحدة ووصلت للعالم أن هناك شعب فلسطين سواء كان في غزة أو الضفة أو الأردن أو سوريا أو لبنان يعاني ويقاس أشياء كثيرة جدا، وأن مثل هذه الخدمات عندما تقلص عن الشعب الفلسطيني لا شك ستكون لها تأثيرات كبيرة جدا. هذه الرسالة وصلت بشكل قوي جدا كما قلت، يعني إحنا يمكن خرجنا من شرنقة العمل مجرد عمل نقابي إلى عمل جماهيري، عمل من أجل المجتمع الفلسطيني، من أجل القضية الفلسطينية، رفعنا الصوت عالي أن هناك شعب فلسطيني، هناك معاناة فلسطينية،
هناك قضية فلسطينية. اتحاد الموظفين ربما يمكن دستور اتحاد الموظفين يحول بين الموظف وبين العمل السياسي. نحن كسرنا هذا الحاجز. فترة من فترات كانت اتحادات الموظفين محرم على الموظف يعني في المدارس اللاجئين أو في مؤسسة اللاجئين أن يرفع العلم الفلسطيني. كسرنا هذا الحاجز وقلنا لهم أننا نعتز بهذا العلم وبهذه الراية الفلسطينية وبهذه الصورة الفلسطينية، ولن يكون مهما كان يعني سواء كان عدو أو غير العدو أن يمنعنا من هذا الحق. احنا من في فتره من الفترات كانت المناهج الفلسطينيه حاولت اداره الوكاله طبعا من خلال ضغوط من الدول المانحه سواء كانت اوروبيه او امريكيه او اسرائيليه ان تحول بتغيير هذه المناهج ودس العسل او السم في العسل من اجل يعني ارضاء الدول المانحه. كان موقف اتحادات الموظفين في كل مناطق الخمسه سواء كان في غزه او الضفه او الاردن او سوريا او لبنان كان كالصخر في وجهه يعني مخاطب اداره الوكاله والدول المانحه في تغيير المناهج. كانوا بده يغيروا اسم مثلا عاصمة فلسطين القدس يغيروها يعني بأي اسم ثاني، بدهم يخلوا الطالب الفلسطيني ينسى أن هناك وطن له في الضفة الغربية قطاع غزة وأراضي 48 وأن عاصمة فلسطين القدس. كان هناك محاولات كثيرة جدا وجادة، كانت مواقف اتحاد الموظفين في كل مناطق عملية الوكالة كانت مواقف قوية وصارخة في وجه الوكالة ووجه هؤلاء الناس. لذلك كانت اتحادات الموظفين أنا أعتقد جازما لها دور كبير وحيوي ليس فقط على نطاق العمل النقابي وتحصيل حقوق الموظفين، تجاوز هذا الأمر إلى المناداة بإرجاء يعني المحافظة على هذه الوكالة. الشاهد الأكبر والأعظم واللي نحن كما قرأنا من خلال المحاضرة إنه الكثير كان يعني خلال الفترة الماضية يتحدث عن إنهاء شيء اسمه وكالة الغوث وخصوصا العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية. وجود لاجئ فلسطيني ووجود قضية فلسطينية هناك قضية حية. لذلك أكثر ما يشغل العدو الصهيوني ويشغل الإدارة الأمريكية هو استمرار عمل وكالة الغوث، استمرار قضية اللاجئين، استمرار مطالبة اللاجئين بحقهم بالعودة وتقرير المصير. لذلك أنا أعتقد جازما نحن كاتحادات موظفين نقف جنبا إلى جانب مع باقي الفصائل الفلسطينية، مع باقي المؤسسات الفلسطينية، مع باقي اللجان الفلسطينية، مع باقي يعني من يمثل الفلسطينيين سواء كان في غزة أو الضفة أو الأردن أو سوريا أو لبنان في الحقوق في الانتزاع الحقوق الفلسطينية. اتحاد الموظفين كان لها دور عظيم جدا، لكن للأسف الشديد هذه الاتحادات من منطقة لمنطقة تختلف، وربما كانت الظروف السياسية في بعض الأحيان تؤثر على طبيعة العمل النقابي. لكن أقول أن العمل النقابي الحر والعمل النقابي الذي يعني الإنسان يتحمل مسؤولية تاريخية أمام أبناء شعبه يطلب الإنسان يضحي بأشياء كثيرة جدا. إحنا مشكلتنا يمكن مع وكالة الغوث خلال الفترة الماضية العمل السياسي مجرد الانتماء لفلسطين والعمل السياسي كان محرمات، والوكالة اتخذت قرارات كبيرة جدا في حق الكثير من الموظفين سواء كان في غزة أو خارج غزة نتيجة لتعبيرهم عن مشاعرهم الوطنية ومشاعرهم الانتماء لفلسطين، وتم اتخاذ قرارات جائرة بما فيها فصل بعض الموظفين. نحن كاتحادات موظفين تصدينا لهذه الإدارة، تصدينا مثل هذه القرارات بكل ما أوتينا من قوة، نجحنا في كثير من الأحيان ولم ننجح في كثير من الأحيان. طبعا إخوان هذا الأمر لا شك إدارة الوكالة تتعرض لضغوطات كبيرة جدا من الدول المانحة، من الإدارة الأمريكية، من العدو الصهيوني. طبعا هم بدهم يجعلوا من الإنسان الفلسطيني مجرد يعني هو يأكل ويشرب وينام وينسى قضيته الوطنية. لكن الحمد لله رب العالمين أعتقد أننا ثبتنا هذا الحق من خلال المؤتمر العام، من خلال اتحادات الموظفين أوصلنا رسالة قوية. إحنا بنعتقد برضو مسيرات العودة اللي هي لها تقريبا حوالي 8 شهور أوصلت رسالة قوية أن هناك حق للشعب الفلسطيني، أن هناك لاجئين لابد أن يعودوا يوما إلى أوطانهم، أن هناك قدس هي عاصمة التاريخية والعاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، أن هناك قضية تهم جميع اللاجئين الفلسطينيين لابد أن نستمر فيها. هذه قضيتنا الأكبر كانت هي من مهام اتحادات الموظفين، يعني تجاوزنا المهام الرئيسية في الدفاع عن حقوق الموظفين وتوفير الحياة والرفاهية للموظفين إلى ما هو أهم إن جميعا نعتقد جميعا أن الأهم من هذا كله هو يعني التأكيد على حقنا التاريخي في فلسطين كوطن وقضية وكعودة. ونحن نأمل إن شاء الله يا رب العالمين يوما أن نعود. إحنا لأول مرة في تاريخ الوكالة كنا في ذكرى للنكبة في 14-15-5 من كل عام نحتفل كاتحادات موظفين كموظفين بإثارة موضوع فلسطين والقضية الفلسطينية، ونتحدى إدارة الوكالة ونتحدى المجتمع الدولي أننا كباقي الأمم وكباقي الشعوب لابد أن نعبر عن ظلم هذا الظلم الواقع علينا جميعا. لذلك إخواني أحبابي اتحادات الموظفين أعتقد لها كان لها دور عظيم جدا خلال الفترة الماضية، أوقفت كثير من المشاريع، أوقفت كثير من القرارات. لا شك أن هناك تكامن بينها وبين المنظومة الأخرى من مؤسسات مختلفة سواء كان في الضفة أو في غزة أو باقي مناطق عملية الوكالة. طبعا هذا الأمر لم يكن سهلا، كان هناك يعني إجراءات اتخذتها إدارة الوكالة
ضد الكثير موظفين، لا زالت اتحاد الموظفين تتصدى لمثل هذه السياسات، لكن كما قلت للأسف هذه الأمر تفاوت ما بين منطقة ومنطقة، ما بين اتحاد واتحاد، لكن في النهاية نعتقد أن الذي يجمعنا جميعا هي قضية فلسطين، هي قضية القدس، هي قضية اللاجئين. هذه الأمور تحتاج إلى جهد من الجميع وتحدي من الجميع. الإدارة الأمريكية أيها الإخوة الأحباب، هل هي يعني ستنجح في إنهاء قضية اللاجئين وقضية فلسطين؟ هذا الأمر طبعا يحتاج إلى جهد كبير، جهد متواصل، وأعتقد أنا عمليا إحنا كفلسطينيين لحتى هذه اللحظات كمؤسسات يعني رسمية تابع يعني شؤون اللاجئين الفلسطينيين تابع الوضع الفلسطيني تحتاج إلى تقييم مستمر. وزي ما تحدثنا إحنا عن وثيقة بيلين أبو مازن عام 1905 وبعد ذلك وثيقة بيلين اللي هو ياسر عبد ربه، لا شك هناك تراجع في القرار الفلسطيني الرسمي بالنسبة لقضية اللاجئين تحتاج إلى تنبيه. كما قلت سواء كان رئيس أو مرؤوس أو زعيم، لا يستطيع أي إنسان كان أن يتخلى عن قضية فلسطين وقضية اللاجئين، ولا يستطيع اليوم، القوي في يوم الأيام سيضعف والضعيف في يوم الأيام سيقوى. لذلك كما قلت لا منظمة التحرير ولا حركات ولا أحزاب ولا منظمات تستطيع أن تنتزع هذا الحق. نحن حقنا في فلسطين التاريخية أن نعود إليها. هذا القرار موجب قرار الأمم المتحدة عام 1949 اللي هو القرار 194 من حق الفلسطينيين بالعودة والتعويض عن هذه السنوات الحرمان وإلى آخره. هذا الأمر هو حق مقدس لنا كفلسطينيين وحق أقرته القوانين الدولية. لذلك نحن ماضون في هذا الطريق، ونحن على أمل بإذن الله سبحانه وتعالى سنفشل مثل هذه القرارات. أنا أعتقد جازما عندما خرج الجماهير الفلسطينية في يوم 14/5 من هذا العام رد على نقل السفارة كانت رسالة واضحة جدا، واستخرج الجماهير الفلسطينية أيضا في كل أنحاء مناطق عملية الوكالة الخمسة وكانت في غزة والضفة الغربية والأردن أو سوريا من أجل قضية اللاجئين. هذه قضية وطنية، قضية تاريخية، التاريخ إما أن يسجل لنا أو يسجل علينا. لذلك نحن ماضون في هذا الطريق. هذا الأمر يحتاج إلى جهد الجميع، يحتاج إلى عطاء الجميع، يحتاج إلى تكاتف الجهود. القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة وفي ظل إدارة أمريكية صهيونية وفي ظل وهم عربي وضعف عربي تحتاج إلى جهد فلسطيني إضافي مضاعف، سواء كان في غزة أو الضفة أو الأردن أو سوريا أو لبنان. للأسف الشديد ما نلاحظه وما نسمعه وما يكون على أرض الواقع دون المستوى المطلوب. حتى الحراك اليوم الموجود في الدول العربية غير يعني غير مقنع وغير غير مؤثر. لابد أن تكون هناك حركات كبيرة جدا نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الاستمرار في مثل هذه الأشياء. لذلك إخواني أحبابي هناك مخطط كبير جدا لتهجير الفلسطينيين في مخيمات الشتات، واليوم احنا ما نسمع بالنسبة للبنان وبالنسبة للأردن وبالنسبة لسوريا الأمر يعني محزن ومؤلم. ربما كان هناك نحن كفلسطين في أن إشكالية معينة في المحافظة على حقنا وثباتنا في هذا الأمر، ربما كان الحكومات العربية مطالبة بشكل كبير جدا، وأكثر متأثرين في هذا الأمر هي الحكومات العربية عندما يعني يتم توطين اللاجئين في المخيمات. هذا سيكون عبء كبير جدا. المطلوب منا كفلسطينيين، المطلوب من السلطة الفلسطينية، المطلوب من أبو مازن، المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية، المطلوب من الأحزاب الفلسطينية، المطلوب من لجان اللاجئين جميعا أن تعمل على قلب رجل واحد حتى نستطيع أن نتخلص من هذا التغول الأمريكي ومن هذا التغول الصهيوني. أما استمرار حالة الترهل والضعف العربي والفلسطيني هذا لا شك له تأثيرات كبيرة جدا على واقعنا الفلسطيني. لذلك نأمل إن شاء الله رب العالمين. إحنا يمكن نجحنا نجاح كبير جدا، أذكر في بداية الخمسينات في 52 و53 و54 كان مشروع توطين اللاجئين في سيناء، ونعتقد أنه الشعب الفلسطيني ثار في قطاع غزة على سبيل المثال، والمختلف الفصائل سواء كانت اليسارية والإسلامية خرجت مظاهرات كبيرة جدا وأفشلت مثل هذه المشاريع. لذلك مطلوب منا جميعا أن نتحرك من أجل يعني الوصول إلى مرحلة يعني قوية. مطلوب منا ضرورة الضغط الدائم وتوسيع سياسة عمل الأونروا ليشمل، وهذا مطلوب، ميزانية ثابتة من الأمم المتحدة. وربما نحن كاتحاد موظفين، وأنا تحدثت شخصيا الأمين العام الأمين العام للأمم المتحدة السابقة عندما زار غزة، وتحدثنا أنه لابد حتى يعني نخرج من هذا المأزق الكبير موضوع الميزانية، لابد أن تكون هناك ميزانية ثابتة لا تعتمد على تطوع بعض الدول، في بعض الدول يعني تلتزم بعض الدول لا تلتزم. لماذا لا يكون هناك ميزانية ثابتة لوكالة الغوث بحيث يعني تسد هذا العجز؟ الأمر الثاني مطلوب من إدارة الوكالة أن تسعى بشكل كبير جدا لفتح يعني منافذ جديدة ودول جديدة بالنسبة للمتبرعين، وأعتقد جازما في دول يعني حتى هذه اللحظات الإدارة الوكالة لم تصلها. المطلوب من إدارة الوكالة أن توسع مثل هذه التواصلات، مثل هذه
مثل هذا التموين. أما أن تبقى على بعض الدول هذا الأمر صحيح مرفوض. لا شك هناك قصور من قبل إدارة الوكالة رغم يعني سعي إدارة الوكالة نحو هذا العمل. أنا أعتقد ما تقوم به إدارة الوكالة اليوم بالنسبة للتقليصات غير مبررة للاجئين الفلسطينيين من حق اللاجئ الفلسطيني. المفوض العام موجود اليوم واللجنة الاستشارية الموجودة اليوم هدفها خدمة اللاجئين الفلسطينيين. لا شك هناك في بعض الخلل بالنسبة للإدارة حتى بالنسبة لعملية توزيع الموارد المالية. يعني وجود عشرات أو مئات الموظفين الدوليين بيعملوا على حساب ميزانية الوكالة هذا الأمر لا شك يستنفذ هذه الميزانية. قصور في الإدارة بالنسبة لموضوع التبرعات وجمع التبرعات لحتى هذه اللحظات يعني لحتى صندوق الموظفين والمدخرات لحتى الآن هذه الإدارة تحتاج إلى تقييمات مستمرة. لحتى هذه اللحظات هناك مصاريف ثانوية لدى إدارة الوكالة تحتاج إلى يعني للمتابعة والتقييم أول بأمر حتى نصل إلى مرحلة إن شاء الله بتكون الأمور أفضل من ذلك. أنا لا أريد أن أطيل يعني الكلام كثير جدا حول هذا الشيء. الآفاق حول هذا الموضوع تحتاج إلى يعني جهد أكبر من الجميع، تحتاج إلى سواء كان سلطة وطنية أو بالنسبة للأحزاب كما قلت فلسطينية أو بالنسبة للنقابات أو اتحادات تحتاج من جهد الجميع حتى نستطيع إن شاء الله رب العالمين الوصول إلى مرحلة أفضل من هذا الشيء. أنا يمكن وصلني فيها أنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول تعامل الوكالة مع أبناء الحركة الإسلامية. وطبعا هذا السؤال سؤال وجيه، وأعتقد يمكن إحنا تحدثنا أثناء كلامي أنه خلال الفترة الماضية أنه كان إحنا كاتحادات موظفين خصوصا ربما يمكن في قطاع غزة كسرنا هذا الحاجز، حاجز الخوف بالنسبة للانتماء الوطني لفلسطين. لا أعتقد يعني مش مهمناش نتكلم انتماء يعني حزبي وإنما انتماء وطني، يعني العلم الفلسطيني، الراية الفلسطينية، الحطة الفلسطينية، التاريخ الفلسطيني أحيينا هذا الأمر، موضوع يوم السجين الفلسطيني، يوم الأرض الفلسطينية. هذه المناسبات رغم الصحيح أن في الإدارة الوكالة وأن في الإدارة الأمريكية والصهيونية رفعنا الصوت عاليا، قلنا نحن جزء من الشعب الفلسطيني. اليوم حوالي يمكن في غزة لحالها كما قلت حوالي أكثر مليون 300 ألف، 70% من الأهل قطاع غزة هم لاجئين. من حقنا نحن كلاجئين أن نعبر عن انتمائنا لهذا الوطن. لا شك هناك مضايقات كثيرة جدا من قبل إدارة الوكالة للعاملين من أبناء الحركة الإسلامية على سبيل المثال. لا شك أن هناك تعرضوا للمضايقات أو الفصل أو الخصم أو الآخر. وأنا يمكن لا أخفيكم أنا أحد الأشخاص الذين يعني وقع عليهم ظلم كبير جدا رغم أني رئيس اتحاد الموظفين ورئيس مؤتمر عام لاتحادة الموظفين، لكن للأسف الشديد تدخلات خارجية صهيونية وأمريكية يعني اضطريت في النهاية من باب تقديم المصلحة العامة للشعب الفلسطيني تقديم الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين أن أتنحى جانبا وغادر إدارة الوكالة مرغما في هذا الأمر. الظروف السياسية في غزة كانت صعبة. اليوم أي إنسان له انتماء سياسي، أي إنسان له انتماء سواء كان حركة إسلامية أو غير حركة إسلامية، كان على وجه الخصوص حركة إسلامية يلاحق من قبل العدو الصهيوني، من قبل الإدارة الأمريكية، من قبل إدارة الوكالة. ولا شك هناك بعض العرب في إدارة الوكالة ربما يمكن هم صهيونيين أو أمريكيين أكثر من الأمريكان والصهاينة في هذا الموضوع. هذا الأمر يحتاج إلى تقييم. أنا أقول وأزعم في هذا الأمر هناك بعض العرب وبعض العاملين في وكالة الغوث هم صهيونيين ولهم يعني وهم أدوات العدو الصهيوني أو الإدارة الأمريكية. تحتاج إدارة الوكالة تنقية من هؤلاء الصهيونيين المجرمين الذين يحولوا بين يعني الإنسان الفلسطيني وانتماء وطنه ولقضيته. هناك محاصرة، هناك تضييق، هناك يعني في بعض الأحيان نفصل بعض الشخصيات القائمة على العمل. نأمل إن شاء الله رب العالمين أن نتجاوز هذه المرحلة. ربما هذه المرحلة تحتاج إلى بعض الحكمة من الموظفين أو العاملين أو الفصائل الفلسطينيين للتعامل مع إدارة الوكالة. نعلم لا شك هناك ضغوطات كبيرة جدا على الإدارة سواء كان من العدو كما مر العدو الصهيوني أو بالنسبة للإدارة الأمريكية. أيضا هناك برضو أخطاء قاتلة وهناك بعض العرب في إدارة الوكالة نفسهم يسبب يعني العنت كبير جدا للاجئين الفلسطينيين أو عاملين الفلسطينيين. لابد أن يفضحوا هؤلاء ولابد أن تغسل يعني هذا العار الذي يقومون به كعاملين في وكالة الغوث. إحنا طبعا الإجراءات اللي تم اتخاذها أو تتخذها إدارة الوكالة ضد الموظفين الذين يدعمون المقاومة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا شك أن يمكن في تلك الفترة كنت على رأس المؤتمر العام ورئيس الاتحاد العام للاتحادات في المناطق الخمسة. احنا بذلنا جهد كبير جدا ووصلنا الرسالة القوية لإدارة الوكالة في حينه انه هذا يعني احنا كلاجئين من حقنا ان ندافع عن حقوقنا كلاجئين. والامر الثاني رغم ذلك قلنا ان إدارة الوكالة لها خصوصية واعتقد انه المطلوب الحيادية، مطلوب الحيادية بشكل او باخر، لكن انه ما نعبرش عن انتمائنا لوطن هذا الامر صعب جدا. قلنا لإدارة الوكالة قبل ان تتخذ اي اجراء
ضد من اي موظفين ان تبلغ هؤلاء الموظفين لانه هذا الامر محظور وهذا الامر مرغوب. الامر الثاني يعني حتى اذا كانت هناك عقوبات الا تكون عقوبات يعني مؤثره على حياه هذا الانسان الذي يعمل في وكاله الغوث، ويكون في تمهيد لهذا الموضوع. انا احاسب الناس على انتماءاتهم، احاسب الناس على مجرد اقوالهم، هذا الامر مرفوض. حاولنا بشكل او باخر، كان هناك مجموعه من العقوبات يعني طالت الكثير من الموظفين. اعتقد توصلنا مع اداره الوكاله الفتره الاخيره سابقا الى يعني صفقه انهاء هذا الملف، ويعني الموظفين من طرفهم يحاولوا بشكل او باخر يعني عدم الزج بانفسهم في الحياه السياسيه الفاقعه. رغم ذلك كما قلت يمكن ربما يمكن المشكله الاكثر كانت في حرب 2014، لا في قوانين كانت واضحه جدا لدى الموظفين ولا اداره الوكاله وضحت هذا الامر. عندما خرج الكثير من الموظفين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعبروا عن انتمائهم لهذا الوطن، يعبروا عن غضبهم لقتل الاطفال والرجال والنساء والشيوخ، اداره الوكاله طبعا ومن خلال يعني الاداره الامريكيه والصهيونيه كانت ترصد مثل هذه الأقوال وهتن هذه المواقع. بعد ذلك تم عقاب هؤلاء الموظفين. أعتقد الأمر صعب جدا، التحدي كبير، لابد أن نوازن يعني ما بين أنا عملك في وكالة الغوث وأن هذا المطلوب مني أن أكون إلى حد ما بعيدا عن الحياة السياسية، وبين برضو أنا كإنسان فلسطيني لاجئ أنتمي إلى هذا الشعب الفلسطيني ومن حقي أن أكون يعني جزء من هذا الشعب، أن أكون يعني أعيش معاناة هذا الشعب. هناك نوع من التوازن. مرة ثانية الأمر يحتاج إلى تحدي من الجميع، يحتاج إلى تواصل من الجميع. اليوم العلاقات مع اتحادات الموظفين خصوصا يمكن في قطاع غزة والضفة الغربية دون المستوى المطلوب مع إدارة الوكالة، يمكن كان اتحادات قوية وقفت في وجه إدارة الوكالة. باقي الأمور ربما يمكن في الأردن في سوريا لبنان لحد ما الأمور في هناك توافق أو تناغم بين الإدارة وبين اتحادات الموظفين، وليس يعني الإدارة عندما تناغم مع اتحادات الموظفين أنها في عافية في صحة كبيرة جدا. لكن أعتقد انه يعني اهل مكه ادرى بشعابها، لذلك المطلوب من الجميع ان شاء الله رب العالمين المضي قدما من اجل تثبيت حق اللاجئين ان شاء الله في العمل. طبعا في سؤال جوانب تقصير الوكاله في المخيمات اللاجئين. هو اذا بدنا سالنا على التقصير، في كل شيء في تقصير ولا شك، ربما الميزانيات جزء من هذه الاشكاليه الكبيره. يعني اخواننا كان على سبيل المثال اعطي انه كان من حق كان كل 1000 لاجئ يكون عامل نظافه لهم في المخيمات. اليوم اعتقد ربما اصبح كل 10,000 لاجئ لهم عامل واحد من في المخيمات، وهذا امر تقصير كبير جدا. اليوم الاصل الى الطبيب في العياده الاصل يكون يعني في حالات محدده 50-60 حاله، قد يصل الى 200-300 حاله صحيه او مريض يصل هذا الطبيب في اليوم. قس على ذلك في باقي الخدمات اللي كانت تقدم للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، مثل الخدمات التموين. اليوم طبعا في الضفه الغربيه حولوها لبطاقه اللي هو اللي كان التموين، قيمه يعني مراكز التموين ومراكز التغذيه بصورها تبقى صوره حيه، هناك لاجئ وهناك يعني المعاناه. اليوم الوكاله ابدلتها ببطاقات يعني ماليه تصرف من خلال السوبر ماركت وغيره وغيراته من اجل انهاء شيء او قضيه لا مع اللاجئين الفلسطينيين. يعني هناك مضايقات كثيره، هناك تقليصات كبيره في كل شيء. يعني تحدثنا على التعليم وقلنا زيادة أعداد الطلاب في المدارس واللي أثر عملية التوظيف وأثر على نوعية التعليم والتوظيف في ظل الظروف وفي ظل الكساد اللي بيعيشوا مناطق عملية الوكالة الخمس، سواء كان في غزة أو الأردن أو سوريا أو لبنان. موضوع الاستشفاء في لبنان اليوم طبعا التضييق على اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير جدا. موضوع اللاجئ الفلسطيني في لبنان لا يجد سبيل له الا موضوع الوكاله، رغم ذلك هناك طبعا تضييق بشكل كبير جدا في هذه المجالات. احنا موضوع تضييق الوكاله وموضوع معاناه اللاجئين معاناه كبيره جدا من الجميع. اداره الوكاله تتحمل جزء كبير جدا. في بعض الاحيان ربما العلاقه اللي بتكون غير جيده بين الاداره وبين الاتحادات وبين اللاجئين، وربما في بعض الاحيان بتكون العلاقه جيده. وانا اعتقد يمكن احنا لاول مره بنصل لمرحله صعبه جدا من العلاقه الغير مرضيه ما بين اداره الوكاله وما بين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليه الوكاله. يعني المفوض العام مطلوب منه لا شك هو جلب الدعم المالي والارتقاء بوكالة الغوث، أيضا مطلوب منه يكون بين اللاجئين ويعيش معاناة اللاجئين. نحن نسمع كلام كثير جدا وطيب من المفوض العام وهو مشكور على جمع مثل هذه الأموال، لكن هذا الأمر يحتاج إلى جهد أكبر أن يشعر مشاعر اللاجئين ومعاناة اللاجئين بأنام اللاجئين. إحنا يتكلم بالكلام الواضح والكبير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إنهاء قضية اللاجئين إلا بحق العودة، إلا بتنفيذ قرار 194 الذي أقرته الأمم المتحدة، إلا بعودة اللاجئين إلى أراضيهم وتعويضهم عن سنوات التشرد
والبعد عن هذا الوطن، هذا الأمر لابد أن نؤكد عليه. أما هذه التقليصات فهذا الأمر مرفوض، مطلوب من الدول العربية مرة ثانية في ظل الظروف والأوضاع الصعبة إنها تزيد مساهماتها بالنسبة للأنروا، المطلوب من الدول الإسلامية والتي تنتمي إلى القدس والإسلام، المطلوب منها تزيد دعمها للاجئين الفلسطينيين. أعتقد أنه هذه يمكن ميزانية الوكالة مليون أو مليار وثلاثمائة ألف دولار. أعتقد أحد دول الخليج لو كان يعني هناك نية معينة لو تم دفع حتى تستمر قضية اللاجئين أو قضية معاناة اللاجئين. إخواننا الموضوع مش موضوع مالي، الموضوع هو له شق سياسي أكثر من الشق المالي، كما تحدث نتنياهو، كما تحدثت اللي هي نيكي هيلي اللي هو مندوبة الأمم المتحدة، كما تحدث دانون اللي هو السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أو هو أصبح اليوم نائب رئيس الجمعية العامة المتحدة. الكل يتآمر على وكالة الغوث، الكل ينهي يحاول انتهاء أو إنهاء وكالة الغوث. نحن فكرنا جديا كخطوة كبيرة جدا هنا في غزة على سبيل المثال أن نخرج الطلاب بعشرات الآلاف مئات الآلاف من الطلاب ونذهب إلى الحدود الفلسطينية بيننا وبين العدو حتى نوصل هذه الرسالة الموجعة. أما استمرار هذا الحال الأمر صعب جدا. المطلوب من إخواننا الفلسطينيين في الأردن، في سوريا، في لبنان، في كل مكان بالتنسيق مع الإخوة هنا في غزة والضفة الغربية وفي كل مكان أن نخرج في حال استمر التعنت وفي حال استمر يعني إنهاء ملف اللاجئين، أن نخرج بمئات الآلاف نقتحم هذه الحدود حتى نوصل الرسالة القوية والملتهبة إلى هذا العدو وإلى الدار الأمريكية وإلى كل من يحارب اللاجئ الفلسطيني والإنسان الفلسطيني. القضية الفلسطينية تحتاج إلى جهد الجميع، القضية الفلسطينية تحتاج إلى جهد كما قلت السلطة والأحزاب واللجان الشعبية والكل. المطالب اليوم بإبراز هذه القضية حتى نستطيع إن شاء الله رب العالمين نوصل رسالة واضحة. هذا ما أحببت أن أشير إليه في هذه العجالة وفي هذه المحاضرة. أتمنى إن شاء الله رب العالمين أكون أوصلت هذه الرسالة بشكل مختصر. الكلام على اللاجئين وقضية الفلسطينية كلام كبير جدا، الكلام عن وكالة الغوث كلام كبير جدا، في النفس أشياء كثيرة جدا سواء بالنسبة لأوضاع اللاجئين أو بالنسبة لإدارة الوكالة، أين أخطأت الإدارة وبين أصابت إدارة الوكالة. لكن هذا الأمر إخوانا يحتاج إلى تقييم، يحتاج إلى بعد استراتيجي لنا كعرب وكمسلمين حتى نستطيع أن نوجد أن تبقى قضية فلسطين وقضية اللاجئين على طاولة المستمرة عنا. أما الأمر أن تحول إلى مجرد مفوضية سامية للاجئين أو أي منظمة دولية وتنتهي الأمر، الأمر ليس ماليا، الأمر ليس مجرد تقديم خدمات طبية أو خدمات تعليم للاجئين. القضية قضية سياسية، قضية شعب رحل وأجبر عن الترحيل عام 1948 من أرضه، من حقه كباقي شعوب العالم أن يعود يوما. وأنا أعتقد يعني انتصار الثورات في العالم كالثورة الفيتنامية والثورة في جنوب أفريقيا وفي الهند وفي كل دول العالم، هذا دليل عافية أن الشعوب لن تموت بإذن الله سبحانه وتعالى. ما دام فينا نحن كفلسطينيين عرق ينبض لن تموت القضية الفلسطينية، نحن على العهد لن نقيل ولن نستقيل، سنستمر بالمدافع عن حقنا كلاجئين كفلسطينيين، حقنا بالعودة إلى أرضنا، حقنا أن تكون لنا دولة مستقلة وعاصمتها القدس إن شاء الله رب العالمين، سيكون هذا همنا الأكبر. وأعتقد الحمد لله رب العالمين اليوم إحنا يمكن كمثال أنا أتحدث وعذروني عن غزة، اليوم هناك وحدة وطنية عظيمة جدا من خلال كما ترون تسمعون من خلال سواء كان مسيرات العودة، الكل فلسطيني يجمع على ذلك، من خلال غرفة العمليات المشتركة كمقاومة فلسطينية تدافع عن القضية الفلسطينية. هذه كل يعني ظواهر إيجابية وظاهر يعني صحية لنا كفلسطينيين، نحن على طريق الجاد الصواب، سنصل إلى تحقيق أهدافنا، ستبقى قضية اللاجئين قائمة إلى أن نعود إلى الأوطان عما قريب. شكرا لكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.